جمعية المهندسين المصريين. إنهم المهندسون المصريون، مهما تباعدت بهم المسافات وفرقت بينهم وبين بلدهم الصحارى والجبال والبحار والمحيطات، يبقى ترابطهم وتوحدهم واصطفافهم يميزهم حيثما ذهبوا وأينما كانوا. وهنا في المملكة العربية السعودية وفي العاصمة الرياض على وجه الخصوص، نشأ كيان على درجة من الاحترافية والإبداع تحت مسمى جمعية المهندسين المصريين، انطلق عام 2005 ميلادية ليحقق أهداف كوكبة من المهندسين المصريين بالسعودية وطموحاتهم، ويحول أحلامهم إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع. ويظل عام التأسيس 2005 ميلادية عاما مشهودا في تاريخ المهندسين المصريين بالسعودية، ومحطة ناجحة تلتها محطات أخرى من الريادة والتميز عبر هيكلة مجلس الإدارة والشعب والتخصصات المختلفة من كهرباء، مدنية، ميكانيكا، عمارة، تقنية معلومات واللجان المتعددة، حتى أصبحت جمعية المهندسين المصريين هي الممثلة الوحيدة لنقابة المهندسين المصرية بالمملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق وثقت روابط التعاون مع الكيانات التي تهتم بالمهندس جميعها لتحافظ على تميزه وترفع من قدره وتعزز من دوره الريادي في ممارسة مهنته وأداء واجبه. وقد تكللت هذه الجهود المخلصة جميعا بحصول جمعية المهندسين المصريين بالسعودية على شهادة الآيزو 9001، نظير ما التزمت به من معايير ومواصفات الجودة العالمية. فكرة تأسيس جمعية المهندسين بدأت في أواخر سنة 2005، الحمد لله نجحنا في تأسيسها في ديسمبر 2005. حطينا أسس أن احنا نرتقي بالمهندس المصري وقدراته، فركزنا في الفترة الأولانية أن احنا نعمل أكبر قدر ممكن من الدورات التدريبية نرتقي بها بالمهندس المصري، وبعدين ركزنا على محور الاجتماعي، يبقى في علاقات بين المهندسين وأسرهم في لقاءات دورية. والمحور الثالث اللي ركزنا عليه ان احنا نعمل حدث تقني كبير يجمع بين المهندسين المصريين ويكون نوال ارتقائهم بالشركات الكبرى، وقدرنا نعمل اول مؤتمر للمهندسين واللي استمر بعد كده لحد دلوقتي. حققت جمعية المهندسين المصريين بالسعودية بفضل الله اولا ثم بجهود كوادرها وشبابها نقلة نوعية في سبيل التميز المهني عبر تنظيم العديد من الدورات المهنية الحديثة والمحاضرات العلمية المتخصصة، وتشجيع ودعم الأعضاء على متابعة دراساتهم العليا والتواصل مع الجمعيات العلمية والمهنية محليا ودوليا في مجال تخصص الأعضاء، والاستفادة من إمكاناتها في دعم روادها علميا ومهنيا، ومد جسور التواصل مع الجهات الرسمية والهندسية في مصر والمملكة. ويبقى من أهم ما سعت الجمعية لتحقيقه توثيق التواصل المجتمعي بين المهندسين المصريين بالسعودية من خلال الرعاية الاجتماعية والترفيهية، إذ عمقت مفهوم التكافل الاجتماعي بين أعضاء الجمعية، وقدمت نموذجا رائعا في تحقيق سلسلة من الأهداف الاجتماعية من خلال اليوم الاجتماعي لأسر المهندسين وتواصله بشكل منتظم
لإيجاد مناخ ثقافي اجتماعي رياضي ترفيهي مصري تغلب عليه نكهة المحافظة على روح الأصالة والانتماء للوطن الأم. كان لابد من تطوير جمعية المهندسين بعد التأسيس، فكان لابد من تعديل اللائحة الداخلية للجمعية لضبط عملية المسؤوليات والعلاقات بين أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب والشؤون الإدارية والشؤون المالية. وبحمد الله تم توسيع دائرة المشاركة لجميع المهندسين بإضافة الشعب الهندسية في اللائحة ووضع الضوابط الخاصة بكل شعبة. وكان للعمل الداخلي المنظم لابد من حصول الجمعية على شهادة الجودة، فبحمد الله تم الحصول على شهادة الأيزو 9001 ل2008، وبذلك قد استكملنا المنظومة الداخلية المنظمة المؤسسية الكيان القائم لجمعية المهندسين المصريين بالمملكة. تبنت الجمعية العديد من الأهداف والخطط الاستراتيجية الثابتة التي تعمل على إنجازها وفق ضوابط ولوائح الجمعية، وأخرى متغيرة حسب ظروف وقتها وتحقيقها، لعل من أبرزها الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع تطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء الجمعية لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، كذلك تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية التي تخدم المهنة وتسهم في تطوير العمل الهندسي وتوطين التقنية. ولعل انطلاقة الملتقى السنوي الهندسي منذ عام 2009 وتواصله بلا انقطاع رغم الكثير من المتغيرات التي شهدتها المنطقة دليل راسخ على مهنية واحترافية العمل بالجمعية والابتعاد التام عن مناطق الخلافات والاختلافات الأيديولوجية والسياسية. بعد مرحلة التأسيس المرحلة الأولى وتلتها المرحلة الثانية التطوير والاستقرار الداخلي، كان لابد من انطلاقة مكملة ثالثة لتحقيق الهدف المنشود، وهو أن يكون المهندس المصري فخورا بوطنه وفخرا له. كان لابد من مد أطر التعاون مع مجموعة من الهيئات العلمية والأكاديمية والمهنية الأخرى خارج المملكة العربية السعودية. كان التركيز الأوسع أو الأكبر فيها في مصر، فكان بروتوكول تعاون في المستوى العلمي والتطوير المهني مع جامعة حلوان، وكانت بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية، وكان بروتوكول تعاون مع مركز بحوث البناء والإسكان، وكان بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للمقاولات التشييد والبناء وعدة هيئات علمية أخرى. هذا كله ليصب في صالح رفع قيمة وقدر ومهارة المهندس المصري المقيم في المملكة العربية السعودية. ولعل سجل النشاط في خلال عام 2015 الزاخر والعامر بالكثير من الدورات المهنية والمحاضرات العلمية والاستكمال سلسلة المؤتمرات التي بدأت من المؤتمر الأول عام 2009 إلى المؤتمر الثامن القادم في مايو 2016 إن شاء الله، خير دليل على ما نصبو إليه وما نسعى إليه والجهود المبذولة في هذا الصدد.
ونحن على موعد مع الملتقى السنوي الثامن والذي يستمر على نهجه الثابت لتصب كل الفعاليات والرؤى والدراسات في إضافة الجديد والمفيد لتكون الهندسة بحق رافد العطاء الأول للأوطان والأكثر التصاقاً بالاحتياج الفعلي للمواطن العربي في عالمنا المعاصر وبهدف عالي القيمة. عنونت الجمعية نوافذها الإعلامية بأن يكون المهندس المصري فخوراً بوطنه وفخراً له، وتحت ظلال قيمها الوارفة والراسخة تواصل، ترابط، احترافية، أمانة، انتماء. استمر نغم هذه المنظومة الإبداعية لتواصل دورها الريادي المشهود في الاهتمام بالمهندس المصري ورفع مستواه المهني والتقني، وتعاهد الجمعية روادها وجميع المهندسين المصريين بالسعودية أن تواصل دورها الطموح وتبقى دائما جمعية مهنية اجتماعية رائدة ومتطورة تعمل على طموحات أعضائها وتميزهم. وفي هذا السبيل وانطلاقا من تمثيلها لنقابة المهندسين، عقدت الجمعية بالمملكة عدة اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات والهيئات العلمية والهندسية والمهنية، مثل جامعة حلوان والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والاتحاد المصري للمقاولين، وفي الطريق المزيد والمزيد من أجل البحث في كيفية تيسير سبل التطور والتقدم ورفع المستوى العلمي والمهني للمهندس المصري المقيم بالمملكة، وأيضا من أجل إيجاد الفرص المناسبة وفتح نوافذ المعرفة لتصل للمهندسين المصريين المقيمين في المملكة وفق الدور الرائد الذي تقوم به الهيئات والمنظمات المصرية في مجال العمل الهندسي وتطويره في المحيط العربي. جمعية المهندسين المصريين بالسعودية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخو الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في ليلة جديدة من ليالي مبادرة تواصل تطوير التي تنظمها جمعية المهندسين المصريين بالمملكة العربية السعودية. وعدنا ليلة إن شاء الله تعالى مع المحاضرة 96 من هذه المبادرة المباركة، وعودة إلى تقنية المعلومات وضيف ليس جديدا على فعاليات الجمعية وأنشطتها، ولكنه أحد الشباب الذين نفخر بهم ونفاخر من شباب وشعبة الاي تي التي كان لها عظيم الأثر خلال السنوات السابقة من عمر الجمعية، المهندس محمد زكريا. المهندس محمد زكريا مهندس البنية المؤسسية والاستراتيجية الرقمية، له خبرة تجاوزت 9 سنوات في مجال البنية المؤسسية والتحول الرقمي وهيكلية التطبيقات وبنية الخدمات وإدارة خدمات تقنية المعلومات. حاصل على بكالوريوس هندسة الحاسبات والنظم والعديد من الشهادات الاحترافية والمهنية مثل تجاف 9.2 Certified Business Architect CBA DB Book IT for IT ITIL for Strategic SOA Architect Microservice Architect. قدم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في مجال البنية المؤسسية وبنية الخدمات وإدارة خدمات تقنية المعلومات. والليلة إن شاء الله مع ديجيتال براكتيشنر بادي أوف نوليدج ديجيتال ترانسفورميشن جيرني. مع هذه الرحلة وهذا الإبحار سيأخذنا المهندس محمد زكريا في محاضرة مدتها 1.5 ساعة، يعقبها إن شاء الله فقر الأسئلة والنقاشات حول موضوع المحاضرة أو مجال خبرات وعمل محاضرنا. المحاضرة ستبث مباشر كما تعلمون على صفحة الجميع على الفيسبوك وأيضا على قناة تليجرام قناة يوتيوب الخاصة بالجمعية، والتواصل مع المبادرة والقائمين عليها عبر قناة تليجرام، وهناك شهادة حضور للراغبين في الحصول عليها بتعبئة نموذج التقييم الذي تجدونه في نهاية المحاضرة، وأيضا على حساب الجمعية على قناة تليجرام والمادة العلمية
ستتاح إن شاء الله على حساب الجمعية على لينكد إن. لن نطول في المقدمة، فشغف الكثير والكثير من الحضور الطيب سواء داخل زوم روم أو عبر نوافذنا المختلفة بمجالات تقنية المعلومات، والجديد فيه يأخذنا إلى الإسراع بانطلاقة هذه المحاضرة المتميزة إن شاء الله مع محاضر غاية في التميز والنشاط والاجتهاد وأيضا التأهيل، المهندس محمد زكريا. مهندس محمد أهلا ومرحبا بك، توفيق إن شاء الله. أهلا بحضرتك يا باشمهندس هشام، ربنا يبارك فيك. تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنبدأ إن شاء الله مع بعض المحاضرة Digital Practitioner Body of Knowledge. الـ Digital Practitioner Body of Knowledge هو Standard by Open Group، يعني يمكن Standard جديد 2019 أو 2020. هدفه overall إن هو how can إن إحنا نشتغل على موضوع Digital Transformation from Strategy Perspective، خلينا نقول not from detailed، أو يعني خلينا نقول overview. هو مش بيدي تفاصيل في كل تقنية المعلومات in details، بس هو بيديك الholistic view أو الhigh level view، بحيث إن أنت تبقى عارف كل خلينا نقول كل الدومينز أو disciplines اللي بتشتغل فيها الديجيتال ترانسفورميشن. طيب فنبدأ إن شاء الله مع بعض الديجيتال practitioner body of knowledge. المحاضرة إن شاء الله هتكون فيها مجموعة نقاط. أول حاجة overview عن الفريمورك عموماً والديجيتال ترانسفورميشن، أنواع الترانسفورميشن المختلفة وهكذا. بعد كده نتكلم على الديجيتال ترانسفورميشن تحديداً، إيه البيلرز أو إيه الليفرز بتاعت الديجيتال ترانسفورميشن. هنتكلم بعد كده إن شاء الله على الستاندرد نفسه، هاو كان الستاندرد ستراكشرد جوه الكومبتنسي إيرياز والتفاصيل الشابترز وهكذا. وبعد كده في فور دومينز أو فور كونتكست هنتكلم عنهم، فاوندر أو انديفيدوال دومين، تيم دومين، تيم أوف تيمز، والإندورينج إنتربرايز. المحاضرة إن شاء الله هتكون مينلي على الفاوندر والتيم دومين أو التو كونتكست. بعد كده إن شاء الله المرة الجاية أو يعني في المرات القادمة إن شاء الله ممكن نتكلم على باقي كونتكست 3 and 4. أوكي؟ طيب نبدأ إن شاء الله أول حاجة الأوفرفيو عن البيزنس ترانسفورميشن والترانسفورميشن فريموركس. طيب بالنسبة للترانسفورميشن بيلرز، عندنا خلينا نقول إن في كذا ستايل للديجيتال ترانسفورمي أو يعني للترانسفورميشن أوفرول. فإحنا عندنا خليني بس ثواني هايد السكرين. أوكي. طيب عندنا various transformation types. أول نوع هو الـ enterprise transformation. عايز أعمل transformation على مستوى كل المنشأة نفسها وعلى مستوى كل المؤسسة، تمام. تاني نوع هو الـ digital transformation، ده بيفوكس على الـ customer facing، يعني إيه الحاجات اللي بتتقدم للعملاء، بتقدم للـ end user. دي الحاجة اللي أنا هفوكس عليها اللي هي الـ digital transformation. الـ digital transformation طبعا يتطلب في الباك اند الاي تي ترانسفورميشن او اي تي فانكشنال ترانسفورميشن، اللي هو بيهتم بترانسفورميشن على مستوى الاي تي في الاي تي اوبريشن او الاي تي اوبريتنج موديل في المنشاه نفسها. واخر حاجه هي التكنولوجي انوفيشن زي البلوك تشين، الاي او تي، البيج داتا، وهكذا، تمام. فدول اربع صور من انواع الترانسفورميشن. ممكن يكون الفوكس على مستوى انتربرايز كاوبريتنج موديل للانتربرايز نفسها بعيدا عن الاي تي والديجيتال وهكذا. ممكن يكون الفوكس على مستوى الديجيتال وطبعا الاين الديجيتال مع الانتربرايز، الاين الديجيتال مع الاي تي فانكشن، وكذلك مع التكنولوجي انوفيشن. فسنتر في كل الكلام ده هو الانتربرايز اركتكتشر. فالانتربرايز اركتكتشر هو بيهتم بان هو كونكتنج الدوتس بتوين اول اوف ذس، يعني هو بيهتم ان هو يخش على مستوى الانتربرايز ترانسفورميشن، يسبورت الديجيتال ترانسفورميشن، الاي تي فانكشن نفسها، والانوفيتيف ايدياز والتكنولوجي انوفيشن، تمام. طيب ايه الفكره بقى نفسها؟ من يعني لو في اكتر من فريم ورك او في اكتر من خلينا نقول ممارسات بتتم تنفيذها في اي منشاه او اي مؤسسه، فلو ما فيش اتساق وما فيش تواصل ما بين كل الايفورتس او كل الفريم وركس دي، اطر العمل وخلافه ما بينها وبين بعضها، فهيكون في مصطلح ما يسمى ترانسفورميشن سباكيتي، اللي هو كل واحد شغال في حاله. ما فيش الناس مثلا بتطبق ايزو 20000، ناس بتطبق سينما اي، ناس بتطبق ديف اوبس، ناس بتطبق انتربرايز اركتكتشر وهكذا. فما فيش كونكتيفيتي ما بين كل الفريم وركس دي وبعضها، فتحس ان كانك زي زمان كده لما كنا بنتكلم على الكود ونقول سباكيتي كود، فبرضه تحس ان في سباكيتي في الانتربرايز اوفرول، مش على مستوى قطاع معين، ده على مستوى المنشاه كلها، تمام.
طيب الـ Digital Practitioner Body of Knowledge هو أحد خلينا نقول الـ Frameworks أو أحد الـ Practices المهتمة إن هي تظهر الصورة العامة، تمام؟ الصورة العامة للـ Transformation أو إن إحنا نعمل Connecting Dots. فأنا عندي أي Framework موجود خلينا نقول إن هو بيختص بنقطة معينة، زي مثلاً الـ Business Architecture Body of Knowledge، الـ TOGAF، الـ CMI، الـ COBIT، الـ DevOps، SAFE وهكذا. ففي مجموعة frameworks تانية محددة اللي هي الـ IT4IT، الـ ITIL، الـ Digital Practitioner Body of Knowledge. الثلاثة دول تحديداً هم هدفهم Connecting Dots، يعني مثلاً على مستوى الـ Planning اللي بيحصل، على مستوى الـ Build، على مستوى الـ Deliver، على مستوى الـ Run. ده هدف الثلاثة frameworks دول، مع اختلاف طبعاً المسميات واختلاف خلينا نقول الـ Value Chain داخلياً شغال إزاي في كل واحد فيهم. بس الثلاثة دول تحديداً المين فوكس بتاعهم ان هو يكفر اند تو اند هوليستيك فيو، هاي ليفل فيو، او خلينا نقول بيرد فيو اند تو اند، ان انا ابقى فاهم كل الفريم وركس كلها ازاي تشتغل مع بعضها، سواء اي تي فور اي تي او اي تل او ديجيتال براكتيشن، تمام؟ طيب خلينا نمر سريعا على مجموعه تيرمز وديفينيشنز على مستوى الديجيتال ترانسفورميشن. ففي عندنا اول مصطلح هو البادي اوف نوليدج. البادي اوف نوليدج هو يعني خلينا نقول ان في اريا معينه او ديسيبلين معين جوا مجموعة خلينا نقول knowledge items أو areas أنا محتاجة focus على subject معين أو topic معين، فده body of knowledge. زي مثلاً توجاف حالياً بقى اسمه توجاف body of knowledge، زي البام بوك business analysis body of knowledge، business architecture body of knowledge وهكذا. فالbody of knowledge هو خلينا نقول reference material للdiscipline ده أو reference material للtopic ده، تمام؟ المصطلح الثاني سريعاً digital enterprise. digital enterprise ليها خلينا نقول two definitions. أول واحد إن أنا عندي مؤسسة نفسها، المؤسسة دي بتعتمد 100% على الديجيتال، خلينا نقول مثلاً أونلاين بانكينج، ديجيتال ميديا، الفيسبوك، تويتر وهكذا، فهي 100% كل خدماتها أو كل السيرفيس بتاعتها بتقدم في صورة رقمية، تمام؟ فده أول تعريف الديجيتال انتربرايز. ثاني تعريف إن أنا مش كل حاجة عندي ديجيتالايزد، بس أنا عندي فيزيكال برودكت، فيزيكال سيرفيسز، زي مثلاً أوبر مثلاً، زي الأونلاين كار شيرينج سيرفيسز وهكذا. ففي أوريدي فيزيكال أسيتس، في فيزيكال سيرفيسز وبرودكتس بتقدم، بس somehow أنا محتاج ديجيتال مين، وسيلة رقمية بتساعدني إن أنا أقدم خدماتي دي بصورة خلينا نقول أفضل وأحسن. فده التو ديفينيشنز للديجيتال انتربرايز، يا أما فول برودكت وسيرفيس بتقدم على فولي ديجيتالايزد، أو في اوريدي فيزيكال اسيتس بس الديجيتال ترانسفورميشن او الديجيتال خلينا نقول ديسيبلين بي سبورت الدليفري للسيرفيس والبرودكتس دي، ماشي؟ فالجزء اللي بعد كده ديجيتال تكنولوجي، طبعا الاي تي الانفورميشن تكنولوجي، صوره برودكت سيرفيسز بحيث ان انا اقدمها للكاستمر او الاند كونسيومر، بحيث ان هي تينيبل بزنس فاليو او سبورت البيزنس فاليو ديليفري. الديفينيشنال ديفينيشن بعد كده هو الديجيتال ترانسفورميشن. الديجيتال ترانسفورميشن هو يعني بص له فروم استراتيجيك برسبكتيف، فروم هاي ليفل. احنا مش بنتكلم في تقنيه معينه، احنا بنتكلم ان في تغيير على مستوى الاستراتيجيه، تغيير على مستوى النموذج التشغيلي للمؤسسه، فهو راديكال تشينج على مستوى كل المنظمه، مش على مستوى جزء معين، مش على مستوى الاي تي. الديجيتال ترانسفورميشن بيشمل كل المنشاه، في حين حتى ان ممكن تقول ان مفيش بزنس استراتيجي، هي الديجيتال استراتيجي او ديجيتال ترانسفورميشن كان كفر ايفريثينج وذين الانتربرايز، تمام؟ اللي بعد كده الديجيتالايزيشن. الديجيتالايزيشن ان انا بستخدم الديجيتال تكنولوجي بحيث ان انا يكون في اديشنال بزنس فاليو في الفاليو تشين الاصليه. فانا عندي فاليو تشين مثلا على مستوى الديليفري، ففي مثلا بشتري من السبلايرز واتعامل مع الموردين وهكذا، وبعدين اقدم الخدمه للكونسيومر. ففين القطاع او فين خلينا نقول الاي تي سيرفيسز اللي تسبورت الديليفرينج للبزنس فاليو؟ فده ديجيتاليزيشن. الديجيتاليزيشن هو تحويل فروم انالوج تو ديجيتال فورمات. عندي مثلا اوراق معينه عايز احولها لصوره ويب فورمز ويب بيجز وهكذا، تمام؟ فده كده سريعا مصطلحات يعني خلينا نقول اكاديميه. يعني نخش ان شاء الله في العمق بقى ان شاء الله. فاول حاجه الديجيتال او الديجيتال ترانسفورميشن، الديجيتال كابابيليتي از استراتيجي. مش بنتكلم في اي تي، زمان كان الاي تي هو قطاع او فانكشن وظيفه معينه موجوده في المنشاه، البيزنس بيخلص البيزنس اوبجكتيفز الاستراتيجي وهكذا، ويروح للاي تي يعمل لي السيستم الفلاني، عايز اشتغل في جزء معين وهكذا. فالكلام ده كان زمان. حاليا الاي تي هو الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها. الاي تي هو ازاي انت اصلا خلينا نقول
بتنفذ كل الفانكشنز بتاعتك mainly depend على الديجيتال برودكتس الديجيتال سيرفيسز وهكذا. تمام. فالمنظور ده اللي هو البيزنس لوحده الاي تي مجرد فانكشن ده منظور خاطئ مش منظور صحيح. حاليا الاي تي هو الطريقه اللي احنا بنتعامل بيها, الديجيتال هي الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها. تمام. طيب الجزء اللي بعد كده خلينا نقول ان في يعني خلينا نقول في 7 عوامل او بيلرز اساسيه للديجيتال ترانسفورميشن. طيب الديجيتال ترانسفورميشن مينلي مبني على اول حاجه البيزنس بروسيس ترانسفورميشن. فانا عندي اوبريتنج موديل, عندي ناس بتشتغل بطريقه معينه, انا عايز اعمل ترانسفورميشن على مستوى البيزنس بروسيس اوبتمايزيشن, خلينا نقول افشنسي على مستوى البروسيس وهكذا. فده اول فاكتور او اول بيلر. تاني بيلر هو الكاستمر انجيجمنت والاكسبيرينس, ازاي اقدم برودكت وسيرفيس لماي كاستمر ساتسفاي هيز نيدز فور كارنت فور فيوتشر نيدز, ازاي احسن الاكسبيرينس بتاعته, ازاي يكون في انجيجمنت ما بينه وما بينه, مش هو اكسبكتد سمثينج وانا شغال في دومين تاني او حاجه مختلفه تماما. الجزء الثالث هو الديجيتايزيشن على مستوى البرودكت والسيرفيس. فانا زي ما قلنا من شويه على مستوى الديجيتال انتربرايز في فول ديجيتال, فانا كل حاجه عندي رقميه او ان انا عندي فيزيكال اسيتس وفي نفس الوقت بحاول اشوف ايه الديجيتال كومبوننتس او الديجيتال ارتيفاكتس اللي تساعدني ان انا خلينا نقول ازود البيزنس فاليو او انهانس البيزنس فاليو. الجزء الرابع هو الاي تي ديليفري او الاي تي والديليفري ترانسفورميشن, اللي هو الترانسفورميشن على مستوى الاي تي نفسه, ازاي تقنيه المعلومات جوه اي منظمه او جوه اي منشاه بتشتغل بطريقه معينه, يحصل لها تحول بطريقه معينه بحيث ان هي تسبورت الفيجن للديجيتال ترانسفورميشن. الجزء اللي بعد كده هو الاورجانيزيشن كلتشر. فانا احنا اتفقنا الديجيتال ترانسفورميشن مش مجرد اي تي, احنا بنتكلم على مستوى كل المؤسسه اند تو اند, الماليه الاتش ار المشتريات كل الكلام ده هو بارت من الترانسفورميشن. فانا محتاج كلتشر, محتاج ثقافه الديجيتال ترانسفورميشن تكون الايند مع كل الناس في المنشاه, كل الاشخاص كل الستيك هولدرز سواء انترنال او اكسترنال. البيلر اللي بعد كده او الليفر اللي بعد كده هو الاستراتيجي. فكل الكلام ده طبعا لازم يكون في استراتيجيك اوبجكتيفز, لازم يكون في اند فيجن ميشن جولز وهكذا. الجزء اللي بعد كده هو البيزنس ايكو سيستم. فانا بتعامل مع سبلايرز, بتعامل مع اكسترنال انتيتيز, بتعامل مع ثيرد بارتيز وهكذا. فكل ده مفروض يكون بارت من ماي فيجن فور ديجيتال ترانسفورميشن. فاحنا عندنا 7 مين بيلرز للديجيتال ترانسفورميشن: بزنس بروسيس, كاستمر, ديجيتال product and services, IT delivery, culture, strategy and ecosystem. طيب ده كده الوات, انا كده عرفت انا محتاج ايه عشان اعمل الديجيتال ترانسفورميشن. طيب هاو ان انا بقى تاكل الديجيتال ترانسفورميشن؟ فانا عندي مجموعه ستيبس. اول حاجه اساس readiness, انا فين من السبع حاجات دول, انا فين من البيزنس بروسيس بتاعتي, انا فين في علاقتي مع ماي كاستمر, انا فين في الدليفري ترانسفورميشن على مستوى الاي تي, انا فين من كل جزء من الاجزاء دي. بعد كده engage the people, لازم يكون في engagement على مستوى ال cross function من ال enterprise, على مستوى البيزنس, على مستوى الاي تي, على مستوى كل القطاعات لازم يكون في engagement على مستوى الديجيتال عشان يكون في success للستوري دي او لل transformation. ثالث حاجه measure and govern the value, لازم يكون عندي KPIs objectives بميجر كل شويه بفاين تيون بحيث ان انا اوصل للفيجن اللي انا عايز اوصل لها والobjectives احققها وهكذا. وفي نفس الوقت عم اعمل ديفلوب للرود ماب كل شويه في ترانزيشن ستيت, وصلت للنقطه الفلانيه, بعد كده بعمل ريفاينمنت وهكذا. فالستيبس دي او الفاليو ستريمز دي بمشي فيها مع بعض. بعد كده اعمل بيفوت فور اورجانيزيشن ليرنينج, بعمل فيدباك بستفاد كل شويه, بعدل من الترانسفورميشن, في تشينج حصل باخد الامباكت بتاع التشينج واثر على كل المنظمه اوفرول. تمام. فده هاو ان انا خلينا نقول انفذ كل الوات دي. فانا ازاي اشتغل على الاستراتيجي للكالتشر وهكذا, فاشتغل في على مستوى الفاليو تشينز دي. تمام. طيب كده اتكلمنا سريعا على مستوى الديجيتال ترانسفورميشن, ايه ال7 بيلرز او ال7 فاكتورز اللي انا اشتغل عليهم وازاي احقق الكلام ده: اسسمنت, انجيج البيبل, ميجر اند جوفرن فاليو, بعد كده يكون في رود ماب, وفي كونتينوس ليرنينج كونتينوس امبروفمنت على مستوى المنشاه كلها. تمام. طيب الديجيتال براكتيشنر بادي اوف نوليدج زي ما قلنا في الاول هو وان اوف اوبن جروب ستاندردز. اوبن جروب طبعا هي اللي عامله التوجاف, هي اللي عامله الاي تي فور اي تي, هي اللي عامله مجموعه ستاندردز ثانيه اجايل اركتكشر وهكذا. فهو وان اوف اوبن جروب ستاندرد مينلي فوكس على كومبتنسي بيزد كونتنت. ففي ستراكشر معين ماشي عليه كل الستاندرد,
هو mainly four context شغال في أربعة context اللي هو individual founder على مستوى الشخص نفسه على مستوى startup company. تاني context اللي هو التيم ازاي التيم يشتغل مع بعضه ازاي الابلاينج الاجايل الديف اوبس الديجيتال سوري السكرام وهكذا على مستوى التيم نفسه ازاي يشتغل مع بعضه اليوزر ستوريز وهكذا. تالت context هو التيم اوف تيمز انا خلاص الموضوع كبر ما بقاش في تيم واحد ففي اكتر من تيم ازاي كل تيم يشتغل مع التيم الاخر يكون في ديبندنسيز ما بينهم وبين بعض وهكذا. اخر واحد هو الاندورينج انتربرايز ازاي لما المنشاه تكبر تماما يكون عندي انتربرايز اركتكتشر خلينا نقول ابليكابل داتا مانجمنت او انفورميشن مانجمنت يكون عندي جي ار سي سكيورتي وهكذا. فهنا في فور كونتكست هنتكلم عليهم سريعا برضه. بعد كده كل كونتكست جوه مجموعه كومبتنسي اريا عندنا 12 كومبتنسي اريا هنتكلم عنهم برضه كمان شويه. بعد كده كل كومبتنسي اريا جواها كومبتنسي كاتيجوري. فمثال على كده مثلا عندي كونتكست اللي هو الانديفيدجوال او الفاندر جواه كونتكست كومبتنسي اريا اللي هي الابلكيشن ديليفري اللي هي الاجايل ديف اوبس وهكذا. احد الكومبتنسي ارياز دي اللي هي الكومبتنسي كاتيجوري اللي هو الديف اوبس. فده الاستراكشر بتاع الديجيتال براكتيشنر بادي اوف نوليدج كل كونتكست جواه مجموعه ارياز جواه كل اريا مجموعه كاتيجوريز تمام. وكل الكاتيجوريز دي هي كروس ريفرنس يعني انت هتلاقي في الانديفيدجوال في ديف اوبس لما تخش على التيم هتلاقي في حاجات ليها علاقه بالديف اوبس. هو مش مينلي خلينا نقول ناتشوال اكسكلوسيف للفاوندر او الانديفيدجوال لا هو خلينا نقول ده الانيشال ديفينيشن بتاعه في المكان ده بس في اند تو اند تريسابيليتي او كونكشنز ما بين كل الكونتكست وبعضها. طيب زي ما اتفقنا ان في فور كونتكست فور دومينز على مستوى الانديفيدجوالز او الفاوندر ازاي الستارت اب نفسها تفكر ان في الديجيتال فاليو ازاي يبنوا الديجيتال انفراستراكشر بتاعتهم سواء على الكلاود سواء اون بريمس وهكذا ازاي يشتغلوا على مستوى الاجايل والكونتينرز ليفري والديف اوبس وهكذا. على مستوى التيم الهدف ازاي التيم يشتغل مع بعضه تيم كولابوريشن ازاي يكون في برينسيبلز بيشتغلوا عليها ازاي مانج ماي برودكت لايف سايكل برودكت مانجمنت برودكت ديسكفري ديزاين وهكذا. وازاي اطبق اللين ميثودولوجي اللين يو اكس واللين ميثودولوجي. طيب على مستوى تيم اوف تيمز ازاي يحصل كوردينيشن بقى خلاص في اكتر من تيم في تيم ديفلوبمنت في تيم اوبريشن ديف اوبس مثلا دمج الاثنين في تيم مثلا فروم بزنس في تيم فروم و فازاي مانج الان تو اند كولابوريشن ما بين الادارات وما بين القطاعات مختلفه مع بعضها. ازاي مانج بعد كده الانفستمنت والبورتفوليو السورسنج استراتيجي هل هعمل اون سورس اوت سورس ولا ميكس وهكذا. الجزء الثالث هو على مستوى الكالتشرال اورجانيزيشن كالتشر ترانسفورميشن. فلو حتى في تيم مثلا بيطبق ديف اوبس عايز الديف اوبس تبقى ماي كالتشر مثلا في الانتربرايز فلازم تكون الكالتشر نبعه من كل التيمز لازم يكون في اويرنس عن ديف اوبس مثلا لازم يكون في كل الناس بتادوبت الميثودولوجيز البرنسبلز بتاعتها وهكذا. فده على مستوى الاورجانيزيشن اوفرول. الجزء الاخير زي ما اتفقنا الاندورينج انتربرايز مينلي يعني الجوفرنس ريسك اند كومبلاينس والانفورميشن مانجمنت الاركتكشر بورتفوليو مانجمنت تمام. كل واحد من الفور كونتكست دول جواه مجموعه كومبتنسي اريا زي ما اتفقنا. فمينلي عندنا 12 او 12 كومبتنسي اريا. الديجيتال فاندامنتالز بيتكلم على الفاليو ازاي اصلا في ستارت اب ففي مثلا اللين ستارت اب ازاي اشتغل على الفاندامنتالز انت اصلا محتاج تعمل فاليو ليه من الكاستمر من الكونسيومر من الاند يوزر الستيك هولدرز وهكذا. بعد كده الديجيتال انفراستراكشر مينلي بيتكلم على البيزكس على الانفراستراكشر سواء كانت الفيرشواليزيشن كوبنتيرز مثلا الـ على مستوى مثلا الفيرجن كنترول السورس كنترول وهكذا. ايه الحاجات الاساسيه اللي انت محتاج تبنيها از ان انفراستراكشر بحيث ان انت تبدا تنهانس يور اكسبيرينس ديجيتال اكسبيرينس. الجزء الثالث هو الابلكيشن ديليفري مينلي فوكس على الووتر فول اجايل ديف اوبس الاي بي ايز المايكرو سيرفيسز وهكذا هاو كان اي ديليفر ماي ابلكيشنز. فده الفاوندر كونتكست. الجزء الثاني هو التيمز البرودكت مانجمنت الورك مانجمنت الاوبريشن مانجمنت طبعا في تفصيل في كل الكلام ده الابيكس واليوزر ستوريز وتفصيل البرودكت ديسكفري البرودكت ديزاين ازاي اعمل برودكت بلاننج وهكذا. الورك مانجمنت نفس الكلام الكامبان بورد والسكرام وهكذا. الاوبريشن مانجمنت على مستوى الاوبريشن تيم ازاي اشتغل مع الانسيدنت والبروبلم والسيرفيس ريكويست وكل التفاصيل دي. التيم اوف تيمز الكوردينيشن ما بين التيم وبعضها فانا عندي اوريدي تيم هنا خلاص هو عارف ازاي يشتغل مع بعضه بس مش عارف ازاي يشتغل مع ادارات تانية فلازم يكون في او تيمز تانية
فلازم يكون في coordination، لازم يكون في process، في hand over بطريقة معينة. طبعا مش hand over زي ال dev وال ops، يعني خلاص احنا عندنا dev ops هو المصطلح حاليا، بس يكون في hand over ما بين مثلا team شغال و team تاني وهكذا. ال investment وال portfolio، investment plan وهكذا، ال service portfolio، وعلى مستوى organization culture، ال enduring enterprise، ال GRC زي ما اتفقنا، ال information management وال architecture. خلينا نقول ان كل ال 12 competency دول هو مش منزل in deep في كل واحد فيهم، هو بيديك ال high level overview زي ما اتفقنا. الستاندرد مش هدفه ان انا انزل details في كل حاجة، يعني انا مش هنزل تفاصيل مثلا ال application delivery واشرح لك كل ال details بتاعت الاجايل. لا، في reference تانية بشرح لك الاجايل، في reference تانية مثلا بشرح لك الاسكرام، في reference بشرح لك هنا مثلا cloud architecture وهكذا. بس هو هدفه زي ما قلنا السلايد اللي في الاول خالص، زي الاي تي فور اي تي، زي الايتل، هو بيديك انتو اند فيو، لازم تكون شايف كل حاجه راح فين وجايه منين. عايز تتخصص في نقطه معينه، كل واحد من الحاجات دي ليها فريم وركس، ليها ستاندردز، ليها طريقه تشتغل بيها وهكذا. طيب الجزء اللي بعد كده ده يعني نعديه سريعا، هو هنا شرح بس لكل واحد. اول واحد هدفه ان انا اشوف الفاليو، تاني الانفراستراكشر هدفه ازاي، ان انا how can I operate in terms of لو انا manage my infrastructure on premise او الحاجه على الكلاود، how can I manage my infrastructure. ال delivery زي ما اتفقنا، ال application life cycle management، ال product vision، ال product design discovery وهكذا، ال work، ال lean theory، وال product management مع ال lean مع ال agile، ال operation management ازاي تشتغل خلاص development مثلا ديف اوبس، خلاص عايز اشتغل operation ازاي، manage ال products اللي already operated، الانستنت والبروبلم وهكذا. ونفس الكلام، مش عايز بس اكرر الكلام كتير، بس كل خلينا نقول كومبتنسي اريا ليها هاي ليفل ديسكريبشن، بيوضح ايه تفاصيل السكوب اللي داخل كل كومبتنسي اريا. تمام. طيب ايه علاقه الديجيتال براكتيشنر بالاي تي فور اي تي؟ احنا اتفقنا ان في ثلاثه فريم وركس، خلينا نقول مش بيادوا نفس الغرض 100%، بس كلهم بيدوروا حوالين نفس الكونسبت، الاي تي فور اي تي، الاي تي اي ال، والديجيتال براكتيشنر. الاي تي فور اي تي والديجيتال براكتيشنر الاثنين بروفايدد باي اوبن جروب، بس الاي تي فور اي تي ريفرنس اركتكتشر، خلينا نقول ان الاي تي فور اي تي هو ليفل 1 للبيرد فيو، الديجيتال براكتيشنر هو ليفل 2. فانا مثلا عندي هنا بلان بيلد ديليفر ران، ازاي تشتغل على مستوى الاستراتيجي البورتفوليو، ازاي تشتغل على مستوى ريكويرمنت والاس دي ال سي الاجايل، ازاي تشتغل على مستوى السيرفيس كاتالوج والاس ال ايز والانسيدنت والاوفر مانجمنت وهكذا، وازاي تعمل اوبريشن راننج للبرودكشن بتاعك، سواء كانت الانسيدنت، البروبلم، السبسكريبشنز وهكذا. تمام. فالاي تي فور اي تي هو قريب من الديجيتال براكتيشنر، عشان كده بنعتبر الديجيتال براكتيشنر هو ليفل 2 من الاي تي فور اي تي. الاي تي فور اي تي هو مينلي يعني ريفرنس اركتكتشر كومبوننتس، مجموعه مكعبات، مجموعه مربعات تقدر تشتغل عليها، بحيث ان انت from one place one page تبقى فاهم كل حاجه، انا عارف بالظبط كل منشاه فيها ايه، وكل components او كل functional capability ازاي بتشتغل مع الثانيه. يعني انا عندي ايه علاقه الانتبريز اركتكتشر بالسيرفيس بورتفوليو، ايه علاقه البروبوزال بالسيرفيس بورتفوليو، السيرفيس سوري الديماند بالبورتفوليو، ازاي بعد كده requirements بتبقى مبنيه بيزد على البورتفوليو باكلوج، ايه علاقه الريكويرمنت بالتست، بالسورس كنترول، بالبروجكت مانجمنت على مستوى ريكويرمنت اند ديبلوي، بعد كده لما بيحصل ريليز ازاي اعمل ريليز على مستوى السيرفيس كاتالوج، ازاي بعد كده الكاستمر بيدخل يطلب خلينا نقول سيرفيس انت مقدمها على السيرفيس كاتالوج، وات ايفر نوع السيرفيس ايه، سواء كانت انترنال للموظفين بتوعك او اكسترنال للاند يوزر، الشارج باك، الشو باك، كل التفاصيل الكومبوننتس دي ليها تفصيل كورس كامل موجود على اليوتيوب بيشرح الاي تي فور اي تي از ا كونسبت، وفي نفس الوقت ليه الاينمنت، يعني الاينمنت كبير جدا مع الكلام اللي نتكلم فيه ان شاء الله النهارده. ف الاي تي فور اي تي مابينج مع الديجيتال براكتيشنر في كذا نقطه، فمثلا الفاوندر والانديفيدجوال على مستوى سكوب صغير، على مستوى ستارت اب اثنين ثلاثه شغالين مع بعض، ايه المين فوكس اللي بيشتغلوا عليه، سورس كنترول لازم يكون عندهم مكان بيعملوا ديبلوي فيه فيرجن كنترول وهكذا، لازم يكون في بيلد ديفينيشن برانشز وهكذا، وفي الاخر بيطلع باكج خلاص. مهتمين برضو بالكونفيجريشن مانجمنت، فدي مثلا الحاجات الكي ما بين الاي تي فور اي تي والديجيتال براكتيشنر. على مستوى التيم
فالتيم مهتم ان هو يكولكت ريكويرمنت يوزر ستوريز، كانت ريكويرمنت عاديه الطريقه التراديشنال او يوزر ستوريز ايبك وهكذا، مهتم ان هو يعمل مثلا تيست اوتوميشن، يشوف الاوتوميتد تيست بيلد وهكذا، وفي نفس الوقت يديتكت الايفكت سوري الديفكت والايشوز. موفينج اون، بيشتغل على مستوى الفولفيلمنت الاكسكيوشن. فانا عندي خلاص ريليز طلع على مستوى البيلد، ازاي اعمل فولفيلمنت للريليز ده بحيث ان اي حد يطلب سيرفيس اوريدي موجود عندك ازاي اقدم له السيرفيس دي بعدين، وبرضه ازاي اعمل مونيتورنج على مستوى السيرفيس. فده مثلا التيم، انا مستوى التيم، انا مستوى التيم اوف تيم الفوكس بتاعه بقى بدا يكبر. انا خلاص ما بقاش عندي مجرد خلينا نقول تيم صغير مثلا 4-5 وهكذا، لا انا بتكلم ان في ادارات مختلفه، في تيم بيشتغل على برودكت معين وتيم بيشتغل على برودكت تاني، في كولابوريشن ما بينهم وبين بعض. فهنا السكوب بدا يكبر، بقيت اهتم بالديماند مانجمنت بالبورتفوليو، بقيت اطبق البروجكت مانجمنت الريليز السيرفيس ديزاين الاوفرز وهكذا. تمام. طيب السكوب بقى بدا يكبر، ندخل على سوري طيب ندخل على الليفل بعد كده، انتربرايز اركتكتشر، السيرفيس بورتفوليو، ريليز مانجمنت، الكتالوج، اليوزج والسيرفيس ليفل اجريمنت وهكذا. فده على مستوى الانتربرايز اوفرول. خلينا نقول ان مش ان ممكن يكون في كومبوننتس معينه موجوده في الايرلي ستيج. يعني مثلا مش معنى ان انا بقول ان في فاوندر ان مفيش somehow collecting requirement، في collecting requirement already على مستوى الفاوندر، بس الديسيبلين ده مش ماتيور، يعني مش خلينا نقول مش formalized. انا مثلا بجمع بطريقه معينه، مفيش براكتس معين بستخدمه لو انا لسه ستارت اب. انما لو تيم انا بدات افكر في الاجايل، بدات افكر في اليوزر ستوريز وهكذا، ف كل ما السكيلينج بيكبر كل ما بقى الموضوع فيري ماتشور، زي مستوى مثلا انتربرايز اركتكتشر جي ار سي وهكذا. فده مش معناه ان انت لما تشتغل على مستوى التيم ان مفيش فيه مثلا ريليز، مفيش فيه بورتفوليو، لا فيه، بس البراكتس ده مش ماتشور. فعشان كده الماتشورتي بتاعته بتفضل انكريز لغايه لما يبقى فيه فول سكوب. حلو. طيب نتكلم على مستوى الان تو اند الديف اوبس. مثلا احنا هنخش في الديف اوبس كمان شويه، بس الديف اوبس مثلا على مستوى الانتربرايز، مش بتكلم بس على مستوى الدليفري، خلينا نقول دليفري لايف سايكل، ريكويرمنت جاذرنج لغايه الريليز وبعد كده الاوبريشن وهكذا. ده التراديشنال او اللي معروف كديف اوبس. بس انا بتكلم ديف اوبس على مستوى الانتربرايز. ففي جزئين شقين، في ناس بتفكر ان هي تعمل بلاننج وديفلوب، في استراتيجي، ديماند، بورتفوليو، بروجكت مانجمنت، سيرفيس بورتفوليو والديليفري لايف سايكل. وفي ناس بتهتم بالاوبس بارت اللي هو الكتالوج، الريكويست مانجمنت، الديبلوي، الفولفيلمنت، الانسيدنت، الايرور، البروبلم النون ايرورز وهكذا. فلو وصلت للديف اوبس برضه اوفرول فهو نفس الكلام. لو على مستوى الانتربرايز هو زيه زي الاي تي 4 اي تي. لو انا بصيت يعني طبعا الاي تي 4 اي تي هو ده المين فاليو تشينج للاي تي 4 اي تي، فتو منهم او خلينا نقول جزء منهم بيتكلم على الديفلوبمنت على مستوى الانتربرايز. انا مش بتكلم ديفلوبمنت كود، ديفلوبمنت بلاننج، سيرفيس بورتفوليو، ديماند وهكذا، وفي جزء مهتم بيه الدليفري. حلو. طيب ده مثال على التول تشينز اللي موجوده، بس يعني خلينا نقول كومبريهنسيف سلايد موجود فيها اغلب التولز اللي انت ممكن تستخدمها على مستوى البلاننج، ريكويرمنت، ريكوست فولفيل، ديتكت وكوريكت وهكذا. كل التولز دي ممكن تشتغل عليها انتجريتد مع الاذر تولز وهكذا. طيب كده احنا عرفنا، خلينا نقول كل ده الانترودكشن، اتكلمنا على مجموعه مصطلحات البادي اوف نوليدج، ديجيتال ترانسفورميشن، هو ترانسفورميشن على مستوى الانتربرايز اوفرول. خلاص اتكلمنا بعد كده على الـ الجزء العلاقه الديجيتال براكتيشنر بالاي تي 4 اي تي، ان هما الاثنين الديجيتال براكتيشنر والاي تي 4 اي تي معاهم الاي تي، هما من الكور خلينا نقول كابابيلتيز او الكور فريم وركس اللي انت ممكن تفهم بيها الان تو اند او البيرد فيو. حلو.
بعد كده اتكلمنا على ان الديف اوبس، بس نظره عامه عن الديف اوبس، مش مجرد الديف على مستوى الاي تي ديفلوبمنت لايف سايكل والاوبس، لا انا بتكلم على مستوى الانتربرايز اوفرول. ففي جزء بيتكلم على الديف، انا بعمل ديفلوبمنت على مستوى الانتربرايز، بلاننج، سيرفيس بورتفوليو، ديماند، وهكذا. وفي ناس بتشتغل على الاوبس بارت، الانسيدنت، البروبلم، السيرفيس كاتالوج، وهكذا. طيب هنبدا نتكلم على التو كونتكست اللي احنا عندنا اربعه زي ما اتفقنا. اول واحد فاوندر انديفيدجوال، ثاني واحد تيم، ثالث واحد تيم اوف تيمز، رابع واحد اندورنج انتربرايز. للاسف مش هنعرف نغطي اخر اثنين لان المحاضره طبعا يعني وقتها محدد وبرده السكوب كبير جدا لسه. فالمين فوكس هيكون على الانديفيدجوال وهيكون على التيم. حلو. طيب احنا عندنا ثلاثه توبيك هنتكلم عليهم في الانديفيدجوال، اللي هو الديجيتال فاندامنتال، الديجيتال انفراستراكشر، الابلكيشن ديليفري. احنا هنأجل الاسئله للاخر، يعني ده الستايل اللي متعرف عليه في الجمعيه هنا، فهنأجل ان شاء الله الاسئله للاخر. بس اي حد محتاج يعني سؤال معين يكتبه بس برقم السلايد، يعني مثلا سلايد 39 انا عندي سؤال في السلايد دي، فهنرجع له ان شاء الله في الاخر. فنبدا اول حاجه بالفاوندر او الانديفيدجوال. فالفاوندر والانديفيدجوال في 3 مين توبكس: الديجيتال فاندامنتالز، الديجيتال انفراستراكشر، الابلكيشن ديليفري. خلينا نقول ان انا لسه ستارت اب، انا لسه واحد شغال، انا وصاحبي شغالين في جراج ولا وات ايفر، شغالين في سكوب صغير. فانت الهدف الاساسي الفوكس بتاعك انت مش تروح تقول لي ان انا اطبق انتربرايز اركتكتشر، تقول لي طبق جي ار سي وجوفرنس وريسك، الحاجات دي مش يعني مش منطقيه بالنسبه لي، انا لسه سكوبي صغير جدا. فده السكوب، الديجيتال بارتيشنر مبني على السكوب انكريز. خلاص انا شغال على مستوى انتربرايز صغيره، تو بيرسونز ستارت اب وهكذا، بدا الموضوع يكبر، بقى في تيم، بدا الموضوع يكبر اكبر، بقى في تيم اوف تيمز، في ناس بتشتغل مع بعضها، كل واحد ماسك برودكت وازاي يشتغلوا مع بعض. بدا الموضوع يكبر قوي، الشركه بقت كبيره جدا، ساعتها بقى اركز على الانفورميشن مانجمنت، اركز على الجي ار سي والاي اي وهكذا. فالسكوب بيجي معاك واحده واحده. حلو. طيب ففي البدايه انا عايز اعرف اصلا ايه الفاليو اللي انا جاي اقدمها كستارت اب. فانا لازم افهم اصلا ايه الديجيتال كونتكست، ايه الحاجات اللي موجوده اللي بتساعدني ان انا ابيلد الفاونديشن للديجيتال ترانسفورميشن. تاني حاجه ازاي اقدم فاليو، ايه الفاليو ميثودز اللي موجوده، سواء مثلا البيزنس موديل كانفاس، سواء مثلا البيزنس كيس اناليسز وهكذا. تمام. الديجيتال لايف سايكل، ايه اللايف سايكل اللي انا محتاج اخدها فروم الايديشن، انا لسه بفكر في فكره، مرورا بالديفلوبمنت، بالريليز وهكذا، لغايه لما ريتاير في الاخر، ما عادش حد بيستخدم الفكره بتاعتك، خلينا نشوف فكره جديده وهكذا. فايه اللايف سايكل اللي انا محتاج افهمها بحيث ان انا لما ابني ستارت اب ابقى عارف ايه اللي متوقع مني في كل فيز من اللايف سايكل. مرورا بالديجيتال انفراستراكشر، خلاص انا بنيت وفهمت الفكره بتاعتي، طيب ازاي افهم اصلا ايه الانفراستراكشر كومبوننتس، ايه الكمبيوت، ايه الاستورج. تمام. بعد كده ايه النتورك وهكذا. طيب بعد كده، طيب ايه الفيرشواليزيشن، هو ايه الفرق بين الفيزيكال والفيرشواليزيشن، ايه الكلاود كومبيوتنج، ايه السيرفيسز اللي بتقدمها الكلاود انفراستراكشر هذا سيرفيس وخلافه، سوفت وير وهكذا. الكونفيجريشن مانجمنت، طيب انا عايز اشتغل بقى كودنج وهكذا، طب انا ازاي يكون عندي فيرجن كنترول وسورس كنترول. وبعد كده طبعا يشمل بعد كده الباكج مانجمنت والكونفيجريشن مانجمنت، كل ده بارت من الكونفيجريشن مانجمنت. طيب ازاي سكيور ماي انفراستراكشر، خلاص انا عملت ديفلوبمنت وخلصت واشتغلت، ازاي اعمل لها سكيورنج، ازاي يكون في ميثودولوجيز وبراكتسز معينه بحيث ان ما حدش يعمل اتاك او يخترق الماي انتربرايز، خلينا نقول ان لسه في سمول انتربرايز. طيب انا كده امنت الانفراستراكشر بتاعتي وفهمت الكاستمر بتاعي، فهمت ازاي اقدم له فاليو، طيب ازاي تشتغل بقى فعليا في ديليفري ميثودز، الابلكيشن لايف سايكل مانجمنت، او طبعا البيزكس البيزنس اناليسيس ريكويرمنت وهكذا، الاجايل ديفلوبمنت، ازاي بعد كده الكلام اتحول من ووتر فول الى ايبك ويوزر ستوريز وهكذا. مرورا بالديف اوبس، ازاي دمجوا الديف مع الاوبس، وازاي حاليا كونتينوس انتجريشن، كونتينوس ديفلوبمنت وهكذا، كونتينوس امبروفمنت. مرورا بالاي بي اي والمايكرو سيرفيسز، ايه هل انا هبني الابلكيشنز بتاعتي او البرودكت بتاعتي مونوليثيك ابلكيشنز، ولا انا عندي اي بي ايز وفي انتجريشن وسي سيرفيس اورينتد اركتكشر، مايكرو سيرفيس اركتكشر وهكذا. وفي الاخر ازاي سكيور ماي برودكت، فهنا سكيورتي على مستوى الانفراستراكشر، وهنا سكيورتي على مستوى البرودكت. فده السلايد دي
كل اللي موجود في ال context one اللي هو الفاوندر أو الانفيدجوال. حلو. طيب كل واحد من ال من ال capability ال competency category خلاص جواه تفصيل بعد كده. يعني الفيرشواليزيشن مثلا جواه ايه علاقة ايه الفرق بين الفيزيكال والفيرشوال. طبعا كل الكلام ده مش بيتغطي بالتفاصيل زي ما اتفقنا في الاول. الديجيتال براكتيشنر هو بيديك البيرد فيو, فهو ملوش علاقة بتفصيل الفيرشواليزيشن وازاي يعمل فيرشوال سيرفر والقصص دي, ملوش دعوة بيها, هو بيديك بس البيرد فيو. حلو. عشان كده هو ليفل 2 من الاي تي فور اي تي. فهنا بيديك مثلا الفيرشواليزيشن ايه الفيزيكال والفيرشوال, ايه العلاقه الكوبينتر القصه بتاعه الكلاود بعد كده والفيرشوال, ايه الفاليو او اليوزابيليتي اللي انت بتستخدمها والافشنسي لو استخدمت فيرشوال سيرفرز وهكذا. مش بيتكلم بيوند البيزكس او بيوند الفاونديشن. بعد كده عايز تتعمق في مجال معين, كل مربع من المربعات دي ليه كتب وفريم وركس شغال فيه. حلو. طيب نبدا مع بعض ان شاء الله. اول كونتكست اللي هو الديجيتال فاندامنتالز. الديجيتال فاندامنتالز زي ما اتفقنا جوه الكونتكست الفاليو ميثود الديجيتال لايف سايكل. فاول واحد عايز افهم ايه الكونتكست, هو ايه قصه الديجيتال والرقمنه والتحول الرقمي والكلام ده على مستوى السيرفيسز. يعني انا بقدم الخدمه لمين اصلا, ايه البرودكت بتاعي مكانه فين. طيب انا عملت برودكت, البرودكت دوت ايه الفاليو بروبوزيشن بتاعته, هل هو كوست, هل هو موجود في يونيك بليس, هل هو محدش يقدر يريبليكيت يور برودكت وهكذا. وبعد كده مين الكاستمر, مين الناس اللي انت بتخدمهم السبونسر وهكذا. طيب فهنا ايه انواع الخدمات اللي انا بقدمها. ففي عندي ماركت كاستمر فيسنج, في حاجات بقدمها للاند يوزر دايركتلي زي مثلا فيسبوك, نتفليكس, لينكد ان, اونلاين بانكينج وهكذا. ففي علاقه ما بيني وما بين الاكسترنال كاستمر دايركتلي, خلاص يشتغل معايا point to point, face to face كده. خلاص الجزء الثاني customer supporting. customer supporting اللي هي خلينا نقول ان هي مش back end office زي مثلا ال HR والبيرول وهكذا, لا هي حاجة في النص. يعني مثلا لو انت رحت الموظف في البنك, الموظف اللي في البنك ده بيستخدم system معين عشان يقدم لك السيرفيس, بيستخدم مثلا banking system عنده بحيث انه يعرف your transactions عشان في الاخر يقول لك اه الاستعلام اللي انت عملته مثلا في كذا كذا كذا. فده بيسموها customer supporting service type. حل الاند يوزر مش بيتعامل معها دايركت, بس في customer facing representative هو اللي بيتعامل معها, وفي الاخر الكاستمر representative ده هو اللي بيتعامل معك. زي مثلا قلنا الاونلاين سيستم, ففي بنك تيلر بيتعامل معك as an end user. ثالث نوع من الخدمات او الديجيتال سيرفيسز هي الباك اوفيس. طبعا ده كله باك اوفيس زي الاتش ار, البيرول وهكذا. بس خلينا نقول ان في ملحوظه مهمه, مش معنى ان هو باك اوفيس في المنشاه بتاعتك يبقى هو باك اوفيس على مستوى كل المنشات. بمعنى ان انا عندي اتش ار, الاتش ار في اغلب المؤسسات هو باك اوفيس ابلكيشن خلاص في المانجنج الهيومن ريسورسز وهكذا. بس في منشات تانية ده الكور سيستم بتاعها, ده الكاستمر فيسنج او الماركت فيسنج بتاعها, هي شغاله اصلا في المجال ده خلاص, هي شغاله في الماركتنج, هي شغاله في البيرول. فمش معنى ان هي باك اوفيس بالنسبه لك يبقى هي باك اوفيس لكل الناس. حلو. ده الهدف من التقسيمه دي. فالتقسيمه دي مبنيه على يور انتربرايز, مبنيه على يور كاتيجورايزيشن كلاسيفيكيشن فروم يور برسبكتيف فروم يور اندستري. حلو. او يور ماركت بليس. طيب عرفت اول حاجه بالنسبه لي دلوقتي ايه الحاجات انواع السيرفيسز اللي انا بقدمها. طيب فرضا انت قدمت سيرفيس او في ناس بتقدم سيرفيسز طبعا ديجيتال سيرفيسز وهكذا. طيب هل فروم تو برسبكتيف, فروم الكاستمر برسبكتيف, فروم خلينا نقول الاونر شيب برسبكتيف. ففي ناس هي اللي بتبتكر الحاجه زي الانوفيتورز, هم بياخدوا الريسك ان هم يخترعوا فكره جديده, يابلايو تكنولوجيز جديده, انوفيتيف ايدياز جديده وهكذا. فدول الانوفيتورز. في ايرلي ادابترز, الناس اللي بيطبقوا الكلام ده, خلينا نقول اول ناس مهتمه ان هي تطبق الكلام ده اللي هي الليدرز, الاوبينيون ليدرز. بعد كده الايرلي ماجوريتي خلاص بدا الموضوع ينتشر شويه, فتلاقي الناس بدات تطبق الكلام ده بكثره. زي ديك مثال مثلا اوبر مثلا, فكره الكار اصلا ان انا يكون في موبايل ابلكيشن هو اللي بحجز بيه مثلا عربيه معينه وهكذا. الفكره نفسها موجوده از ان انوفيتيف ايديا خلاص. في ايرلي ادوبترز, في ناس اشتغلت عليها زي اوبر زي كريم وهكذا. فبدا الموضوع خلاص في شركات معينه هي اللي واخده الماركت شير بتاع الجزء ده. بعد كده في ناس بعد كده بدات ايرلي ماجوريتي هم اللي بداوا يطبقوا الكلام ده بعد اوبر مثلا. بدات شركات كتير تطبق الفكره, تريبليكيت الفكره, زي مثلا التوصيل جاهز,
توصيل مثلا هانجر ستيشن وهكذا. كل الكلام ده في الاول بيبقى السكوب صغير انوفيتيف ايدياز، بيكون في ايرلي ادوبترز، بعد كده الموضوع بيبدا يزيد لغايه لما في ناس كتير تبدا تطبقها. في الاخر الليت ماجورتي ناس في الاخر بقى خالص بتطبق، اللي هم الناس اللي بينتقدوا الايديا مش بيطبقوها في اولها لغايه لما تبقى ماتشور، بعد كده يقول لك انا هطبق الايديا. وفي الاخر خالص في تراديشنال ويز لتطبيق الايديا، خلاص الموضوع بقى ماتشور، خلاص ما عادش في اي حد بيطبق الفكره دي. فدول الناس المتاخرين خالص، اللي هم بعد فين وفين لما بداوا يفكروا في الموضوع. فده التكنولوجي ادوبشن كاتيجوريز، ازاي الناس بتتكيف او تطبق التكنولوجيز المعينه. حلو. طيب احنا لسه شغالين على مستوى الستارت اب. طيب الستارت اب نفسها لو داخله ماركت جديد هتخشوا ازاي؟ هتخشوا فروم واتش برسبكتيف، ايه الحاجه اللي تديها ماركت شير كويس، كومبيتيتيف ادفانتج، الحاجه اللي بتقول ان الشركه دي هتنجح. تمام. فهي بتخش في واحد من الاربعه دول، يا اما بتخش اكزيستنج ماركت بس هي somehow بيكون ليها كان نقول ميزه معينه في الماركت ده، داخله في حته معينه فيه. تمام. يا اما بتخش برضو فوكس على اللو كوست، يعني مثلا داخله بس بسعر معين، سعر اقل سعر، خلاص البرودكت موجود في الاكزيستنج بس هي داخله كل الفوكس بتاعها ان هي تقدمه بسعر قليل. تمام. او الفوكس بتاعها اللي هي يكون يونيكنس، خلاص بتشتغل على نارو سكوب، خلاص بتشتغل على سكوب صغير جدا بحيث ان هي يكون في نيش ماركت، انا شغال في يونيك محدش يعرف يشتغل في الحته دي، وفي سكوب صغير جدا محدش يعرف ريبليكيت مي بسهوله. خلاص. الجزء اللي بعد كده الديفرنشيشن، انا شغال على سكوب كبير برود سكوب ويونيك في نفس الوقت. خلاص. فده اللي هو في التوب كده، زي مثلا خلينا نقول مثلا بالنسبه لاي تولز مثلا البيس ديزاين، البيس ديزاين شغال في الدنيا كده لوحده اناليتكس واي اي، عشان كده هو التوب مثلا في كارتنر وهكذا. فكل دومين من الاربعه دول ممكن الستارت اب تخش فيه. ممكن هدفي ان انا اشتغل في نارو سكوب ويونيك فابقى نيش بلاير او نيش ماركت، او شغال على نارو سكوب وبقدم لو كوست، او برود سكوب في اكزيستنج ماركت، خلاص بحاول في نفس الوقت اصارع مع الكبار، بيكون في مشاكل كتيره جدا في الدخول في الاستراتيجيه دي، او ان انا في برود سكوب بس ديفرنشيشن، في محدش يعرف الحاجه اللي انا بعملها دي. حلو. طيب في تقسيم تاني على مستوى برضو الكومبتيتيف استراتيجي. في ناس هدفها الكاستمر، انا علاقتي كويسه جدا بالكاستمر، ده المين فوكس بتاعي. حلو. فده الكاستمر انتمسي. خلاص. الناس الثانيه بتفكر على مستوى البرودكت، زي مثلا ابل او نايكي، كل هدفهم البرودكت ده، محدش يعرف يشتغل انا الليدر في البرودكت ده، محدش يعرف يبروفايد الفيتشرز والكابابيلتيز بتاعت البرودكت زي ما انا بقدمها. في ناس ثانيه بتشتغل على الاوبريشنال اكسلنس، انا هدفي ان انا في الاخر اوبريت البرودكت دي بطريقه كومبيتيتيف، مفيش حد يقدر يوبريت زي ما انا بشتغل، زي ديل زي وول مارت وهكذا. حلو. فدي برضه استراتيجيه ثانيه على مستوى الكومبيتيتيف استراتيجيز. الجزء اللي بعد كده هو الستيك هولدرز. طيب مين الناس اللي انت بتشتغل معاهم؟ احنا في الوقت اتفقنا ان انت ستارت اب كومباني، لازم تختار بالظبط ايه البوزيشن اللي انت داخله. هل انت داخل في نيش بلاير، خلاص يونيك ونارو سكوب، فبالتالي لازم اعرف ايه الحاجه اللي انا هشتغل فيها، انوفيتيف ايديا ما حدش يعرف يشتغل فيها لسه. طيب ايه اللي انت فوكس عليه؟ هل الكاستمر ولا البرودكت ولا الاورجانيشن اكسلنس ولا ميكس اوف ذم؟ بس لازم يكون في يعني نقول يونيك حاجه انت بتركز عليها. مين بعد كده في الاخر؟ الكونسيومر، مين الاند يوزر اللي هيشتغل على الخدمه بتاعتك؟ مين الكاستمر بتاعك؟ خلاص اللي هيجيب لك البروسيس في الاخر. مين السبونسر؟ خلاص مين اللي هيأثرايز ويكونترول خلينا نقول الاوبريشن والكونستراكشن بتاع السيرفيس بتاعتك؟ ففي ديفينيشنز برضو لازم تعرفها لو انت ستارت اب، لو انت لسه جديد في الديجيتال ترانسفورميشن. مين الاند يوزر؟ مين الكاستمر بتاعك سواء بروفيت او كوست سنتر؟ مين السبونسر بتاعك؟ حلو. عشان تبدا تشتغل از ستارت اب وانت فاهم بالظبط فين الفاليو، هدخل في اي البرودكت بتاعي داخل في اي ماركت بوزيشن، نيش، اكزيستنج ماركت، ديفرنشيشن وهكذا. مين الاند يوزر الكاستمر اللي انا بخدمه؟ مين السبونسر اللي هيدعمني اللي هيخليني اشتغل؟ حلو. فانا كده بتكلم على الكونتكست. حلو. انا كده خلصت ما وراء الديجيتال ترانسفورميشن، انا داخل مجال جديد، الناس اللي شغاله في المجال ده مين اللي هخدمهم، ايه الماركت سيجمنت اللي انا هشتغل عليه وهكذا. حلو. طيب عرفت الناس، عرفت الماركت سيجمنت، ازاي تقدم فاليو؟ ففي ميثودز كتيره بتساعدك ان انت تقدم فاليو، زي البيزنس موديل كانفاس، البيزنس كيس اناليسز، الليني ستارت اب. مش بنتكلم في تفاصيل زي ما اتفقنا، اهم حاجه ان انت تبقى عارف الان تو اند سكوب، في حاجه اسمها بيزنس موديل، في بيزنس كيس، في ليني ستارت اب، عشان تقدم فاليو هدفها
ان انا اقدم فاليو. حلو. طيب البيزنس موديل كانفاس طبعا في تفاصيل كتيره جدا وفي ناس يعني ما شاء الله شارحين فيه تفاصيل كتيره جدا. فالبيزنس موديل باختصار في فاليو بروبوزيشن، في كاستمر، في بارتنرز. فانت عندك في الاخر في فاليو انت بتقدمها للعميل، في سيجمنت معين بتتعامل معاه عن طريق تشانلز معينه، في ريليشن شيب ما بينك وما بينهم، في اكاونت مانجرز وهكذا. وفي الاخر عشان تقدم الفاليو دي لازم يكون ليك بارتنرز، ثيرد بارتي سبلايرز، في اكتيفيتيز ريسورسز بتشتغل عليها، كوست وريفينيو وهكذا. فده البيزنس موديل كانفاس هدفه في الاول والاخر ان انا ازاي افيجوالايز كل الكومبوننتس او الناين بلوكس دي، بحيث ان انا افيجوالايز ماي بزنس موديل ازاي اشتغل فروم بلاننج برسبكتيف ان انا ديليفر الفاليو بروبوزيشن. تمام، من غير تفاصيل. تفاصيل طبعا زي ما اتفقنا موجوده في اماكن ثانيه. البيزنس كيس، البيزنس كيس انا عايز اتاكد ان الحاجه اللي انا بفكر فيها دي فيزبل خلاص. فانا عايز انفست في بروجكت او برودكت معين، فانا محتاج ديسيجن، محتاج اخد ديسيجن ان انا انفست. فالبيزنس كيس بتساعدك ان انت تعمل فاليديت للسكوب، للسكادجول، للبادجت، مثلا ايه الابروتش اللي انا هشتغل بيه، ليه وافق دي وما وافقش البيزنس كيس الثانيه وهكذا خلاص، ايه البنفيت والفاليو اللي هترجع لي وهكذا. فالبيزنس كيس ليها طبعا كذا تكنيك، كوست بنفيت اناليسز، فاليو تشين، انفستمنت اوبورتيونيتيز، ترند اناليسز، باي باك اناليسز، كل الانواع دي ليها تفاصيل مختلفه ازاي ابني البيزنس كيس. مش مجالنا هنا ان احنا نبني البيزنس كيس، انما مجالنا هنا ان انا اعرف ايه الميثودز اللي اقدر اقدم بيها فاليو. بزنس موديل كانفاس، البيزنس كيس. حلو. الجزء الثالث هو لين ستارت اب. انا لسه في ستارت اب كومباني، ممكن اعمل بزنس موديل كانفاس واعرف بالظبط ايه الفاليو انا اقدمها، ايه الكاستمر، الشانلز، البارتنرشيب ما بيني وما بينهم ازاي، الكي سبلايرز وهكذا. ممكن اشتغل واعمل بزنس كيس واشتغل ازاي هكسب فاليو بنفيت اناليسز، ازاي هشتغل على مستوى الفاليو تشين اناليسز وهكذا. ممكن اشتغل بالميثود اللي هي لين ستارت اب. لين ستارت اب طبعا مبنيه على الام في بي، مينيمم فايبل برودكت، ان انا عندي هايبوثيسز معينه، فرضيات، استراتيجي، ابروتش، بعمل ديفلوب للكلام ده، وكل شويه بعمل تيست للهايبوثيسز دي. انا عندي فرضيه معينه بعمل لها تيست، نجحت الفرضيه، اتعلمت منها، خلاص بعمل ايه، كونتينوس ليرنينج، بديفلوب اوبتمايز عليها. خلاص فشلت الايديا، بعمل خلاص، بعمل بيفوت، تشينج الاستراتيجي، ارجع تاني افكر في استراتيجي وابروتش جديد. والطريقه دي كل شويه ايه، في تيست في الهايبوثيسز بتاعتك والفرضيات عن طريق الام في بي. فانت عندك بيلد ميجر ليرن، كل شويه بيلد ميجر ليرن، ببني استراتيجيه جديده، فرضيه جديده، ببنيها ام في بي، بتستها، بعمل لها ميجرمنت اوبجكتيفز وكي بي ايز، وتست الام في بي بتاعي، وبيلد وتست دريفن وهكذا، وبعد بليرن فروم الماي ميجرد، وبعدين اعدل ماي هايبوثيسز واستراتيجي. حلو. فانا بديفلوب الايديا، بميجر الماركت نفسه انترنال واكسترنال، بليرن فروم الاكسبيرينس، بعد كده بعمل بيفوت بحيث ان انا تشينج الدايركشن بتاعي، وبعد كده نيو ديفلوبمنت ايفولوشن اوف الام في بي. لو انا خلاص اقتنعت خلاص كمل وهكذا. فكل شويه في كونتينوس ليرنينج في لين ستارت اب. فكده الخطوات اللي احنا اتعلمناها دلوقتي او اللي احنا عرفناها، اول حاجه ديجيتال كونتكست، مين الكاستمر، مين الاند يوزر، انا ايه البرودكت بتاعي مكانه فين بالظبط، نيش بلايرز، لو كوست، ديفرنشيشن، اكزيستنج ماركت وهكذا. عرفت بعد كده ايه الفاليو، ازاي اقدم فاليو. خلاص انا عرفت مين الكاستمرز. طيب الكاستمرز دول ليهم سيجمنتس، الكاستمر دول ليهم تشانلز تقدر توصل لهم عن طريق ويب سايت، فيزيكال، بروشورز وهكذا، ايه اللي التشانل انت تقدر توصل للكاستمر بيهم، في بارتنرز هيساعدوك وهكذا. في الجزء الثاني مثلا اقدم فاليو لين ستارت اب، بشوف الفرضيه بتاعتي، الاستراتيجي بتاعتي، بعد كده بتستها، بعد كده عن طريق الام في بي، مينيمم فايبل برودكتس، نجحت خلاص بليرن فروم الاكسبيرينس واعمل اوبتمايز عليها، ما نجحتش اغير الفرضيه وهكذا. طيب ماشي. الجزء اللي بعد كده هو الديجيتال لايف سايكل. طيب انا عرفت ازاي اقدم فاليو، عرفت مين الناس اللي انا بشتغل معاهم اصلا، مين الستيك هولدرز، البرودكت بتاعي جاي فين بالظبط في الماركت. بعد كده بخش على مستوى اللايف سايكل. طيب البرودكت دوت انا عندي الايديا، اشتغل عليها بقى ازاي. ففي هنا الديجيتال ستاك، في مصطلح هنا اللي هو ديجيتال ستاك. ديجيتال ستاك في مجموعه لايرز معينه فروم خلينا نقول الاي تي برسبكتيف الناس بتبدا تشتغل عليها. حلو. يعني في ناس مثلا شغاله في الانتجريشن، ناس شغاله فيزيكال، ناس شغال فيزيكال انفراستراكشر، ناس شغاله نتوركينج، ميدل وير، اي بي ايز وهكذا. فكل الكلام ده
as a digital stack المفروض يكون hidden from the user experience أو user outcome. اليوزر ملوش علاقة بكل الكلام اللي انت بتعمله ده. انا في الاخر ليا experience ليا outcome. انا I don't care about ان انت حاطت ESB API gateway. كل الكلام ده مش فارق معايا في اي حاجة. المهم ان انت بتبني الكلام ده عشان تعمل transformation على مستوى your IT function. انما في الاخر انا ليا بالديجيتال سيرفيس الديجيتال برودكت اللي انت بتقدمها لي. فدي المومنت اوف تروث. المومنت اوف تروث هي اليوزر اكسبيرينس, هي اليوزر اوتكم اللي بياخدها نتيجه يور ترانسفورميشن, يور انترنال ترانسفورميشن او الاي تي ترانسفورميشن. حلو. طيب الستيتس بتاع اللايف سايكل اللي انا بشتغل بيها, انا عندي ايديا خلاص. الايديا دي زي ما اتفقنا في اللين ستارت اب بحاول اقدم فاليو بيها, بعمل ام في بي وهكذا. طيب الايديا دي ايه اللايف سايكل بتاعتي, ايه الستيتس اللي البرودكت بيتغير فيها؟ اول حاجه ببدا اشوف الفند, في سبونسر بيجي يساعدني ان انا اعمل كونستراكشن, بدات اعمل بيلد مثلا لبروتوتايب لام في بي وهكذا. كل شويه بيحصل تشينج بيفوت عشان اغير ام, اتعلمت من الاكسبيرينس اللي اتعلمتها في اول ام في بي. بعد كده ببدا ابروفيجن السيرفيس دي او البرودكت ده عشان اقدمها للاند يوزر. زي ما اتفقنا المومنت اوف تروث بتيجي عند الكونسيومر, خلاص عندي دلوقتي حد عايز كونسيوم ماي سيرفيس ماي برودكت. حلو. طيب هو خلاص عملت بروفيجن, عملت الكونسيومر او الاند يوزر عمل كونسيوم ماي سيرفيس وبرودكت, فانا محتاج اعمل له سبورت, محتاج ادعمه, محتاج يكون عنده انسيدنت, عنده بروبلم, عنده ريكويست, عنده حاجه عايز يعرفها, يوزر مانيوالز وهكذا, فمحتاج اعمل له سبورت. حلو. طيب بعد كده الجزء اللي بعد كده هو الريستور. الريستور خلاص انا خلاص السبورت, خلاص الموضوع بدا خلاص يعني ينتهي بقى خلاص. بعمل ريستور للبرودكت بتاعي, بعمل له ريتاير او ان انا بعمل له امبروف خلاص. فانا اللايف سايكل الطبيعيه من الايديات للامبروف او من الانسباير, خلينا نقول انسباير تو امبروف, ده الكونتينوس امبروفمنت. بس في الاخر في من الايديشن للريتاير, انا في الاخر في وقت من الاوقات ما عادش حد يستخدم الخدمه دي فيحصل لها ريتايرمنت. حلو. فيا اما انت شغال كونتينوس امبروفمنت, يا اما خلاص حصل في وقت معين ما عادش في امبروفمنت, ما عادش في حد مهتم بالبرودكت بتاعك بالسيرفيس, بيحصل لها ريتايرمنت. حلو. طيب الديجيتال سيرفيس لايف سايكل, خلاص انا كل شويه عندي زي ما شفنا المومنت اوف تروث مع الديجيتال ستاك, في ستاك معين شغال فيه, في ميدل وير, في سيرفيس انفراستراكشر, كل شويه البرودكت لايف سايكل بيحصل لها امبروفمنت 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 لغايه لما يحصل لها ريتايرمنت في الاخر, في ايفولوشن اوفر تايم. خلاص انا شغال من اول الايديشن ومع الوقت كل شويه امبروفمنت, بحسن في الانتجريشن لايرز, بحسن في العلاقه ما بيني وما بين الكاستمر, بحسن في واتيفر في الديجيتال سيرفيسز بتاعتي لغايه لما بقدم المومنت اوف تروث للكاستمر بتاعي. فكل الكلام ده ام في بي, خلينا نقول ان احنا زي ما اتفقنا ان الام في بي كل ده اتريتيف ابروتش, كل شويه بروح لغايه لما اقدم المومنت اوف تروث للكاستمر مهتم بيها في الاخر, اللي هي الاوتكم اللي هي اليوزر اكسبيرينس, لغايه لما يحصل في الاخر ريتيرمنت. حلو. طيب في حاجتين خلينا نقول ان هو الدول فاليو تشين, في برودكت لايف سايكل اللي هي اللايف سايكل اللي احنا اتكلمنا فيها دي, وفي يوزر اكسبيرينس. فهنا انا بعمل خلينا نقول هوريزونتال ايفولوشن, انا كل شويه بحاول اطور من المنتج بتاعي, بزود فيتشرز جديده, بانكلود موديول جديد وهكذا. وفي اليوزر اكسبيرينس في الاخر خالص, الفاليو بتروح لليوزر اكسبيرينس. كل اللي انت بتعمله على مستوى الديجيتال ستاك ده ليك انت في الاخر, بس في الاول والاخر التاتش بوينت ما بينك وما بين الكاستمر هو المهم. فاليوزر اكسبيرينس هو اللي في الاخر بيقدم المومنت اوف تروث. حلو. طيب في برضو مصطلح تاني اللي هو الديف اوبس واي. فانا عندي بشتغل نفس فكره الكونتينوس امبروفمنت, ففي فلو في الديف اوبس من الديف للاوبس, وفي فيدباك كونتينوس فيدباك. هنتكلم عن الديف اوبس ان شاء الله كمان شويه. فالفلو انا كل شويه بعمل ديف اوبس خلاص. بعد كده في فيدباك, بتعلم من اللي حصل في الاوبريشن وارجع تاني اعمل ديفلوبمنت. احنا اتفقنا ان الديفلوبمنت بيشمل الديف اوبس, بيشمل هاي ليفل, لو افترضنا هاي ليفل فبيشمل البلاننج, السيرفيس بورتفوليو, البيلد, ديفينيشن, كل الكلام ده ديف. وعلى مستوى الاوبس زي الكتالوج, خلينا نقول السيرفيس لايف ليفل مانجمنت, الانسيدنت, البروبلم وهكذا. وفي كل شويه كونتينوس امبروفمنت. فده طبعا ده برضه صوره ثانيه لللايف سايكل فروم الديف اوبس برسبكتيف. حلو. طيب يبقى احنا كده عرضنا سريعا ايه اللي موجود على مستوى الديجيتال فاندمنتالز او الديجيتال كونتكست. اتكلمنا على
ايه البوزيشن بتاع البرودكت بتاعك، انت جاي فين بالظبط، انت جاي از ستارت اب از انديفيديوال عايز تفكر في حاجه جديده. طيب البوزيشن بتاعك كبرودكت فين، انت جاي في نيش بلاير نارو سكوب ويونيك، ولا هتقلل الكوست، ولا هتبقى ديفرنشيشن عن الناس كلها، ولا هتخش الماركت زي ما الناس كلها موجوده. فده فور استراتيجيز. حلو، بعد كده بتفهم مين الكاستمر، مين الكونسيومر، مين السبونسر، وهكذا ازاي اقدم لهم فاليو. ففي ميثودز بتقدم فاليو، بزنس موديل كانفاس، اللين ستارت اب، البيزنس كيس عشان اعرف بالظبط الكوست بينفيت اناليسز وخلافه. خلاص الجزء اللي بعد كده اتكلمنا على خلاص انا قدمت فاليو للكاستمر ده. الجزء اللي بعد كده ايه اللايف سايكل. الديجيتال لايف سايكل هدفها ان انا اعرف بالظبط خلاص انا عندي برودكت، البرودكت دوت ازاي هيحصل له ايفولوشن من الايديشن لما يحصل له فاندنج تشينج بروفيجن كونسيوم وهكذا، لغايه لما في الاخر خالص اعمل كونتينوس امبروفمنت على مستوى البرودكت ده. وشفنا الستايل الثاني اللي هو بتاع الديف اوبس، فلو فيدباك كونتينوس امبروفمنت، فلو فيدباك كونتينوس امبروفمنت. حلو، طيب كده احنا عرفنا البيزكس. خلاص البيزكس عشان انا اشتغل از فاوندر از ستارت اب ازاي اقدم فاليو وهكذا. طيب انت خلاص عرفت الناس دي، ازاي بقى تبني يور انفراستراكشر، ده الجزء الثاني اللي هو الديجيتال انفراستراكشر. ثالث جزء ازاي انت بقى تعمل ديفلوبمنت اللي هو الابلكيشن ديليفر. فالديجيتال انفراستراكشر المين كومبوننتس ايه، الكمبيوت، الاستورج، النتورك، فيرتشواليزيشن، كلاود سيرفيس، كونفيجريشن مانجمنت، سورس كنترول وهكذا، وسكيورتي على مستوى الانفراستراكشر. حلو، طيب ابني الانفراستراكشر بتاعتي قبل ما ابنيها اصلا فيرتشوال ولا كلاود، ولا هو اصلا ايه الانفراستراكشر كومبوننتس اللي انا محتاج افهمها، ايه الكمبيوت والستورج والنتورك. الكمبيوت والستورج والنتورك، الكمبيوت هو البروسيسنج، ان انا عندي حاجه معينه ستيت لديتا معينه ازاي اعملها بروسيسنج، ازاي انقلها من فورم لاذر فورم، ازاي السي بي يو الكلام ده كله يعتبر صوره من صور الكمبيوت. حلو، طيب فانا ازاي عندي ريسورس معين عايز الريسورس دوت اشتغل عليه لوجيكال ترانسفورميشن للديتا فروم انبوت تو اوتبوت. انا جالي انبوت معين عايز احول الانبوت ده من صوره لصوره اخرى، جالي فورم، الفورم دي ملا مثلا ابلكيشن معين، بناء على الابلكيشن ده بعمل بروسيسنج وبطلع له في الاخر اوتبوت يو ار ابروفد نوت ابروفد وهكذا. فده الكمبيوت بارت. الاستورج اللي هو الوسيله اللي بتساعدني عشان اعمل لها عشان اعمل كومبيوتيشن. فايه الكمبيوتيشن بيشتغل على الاستورج، فانا عندي مثلا رام، ديسك، تاب وهكذا، ده المكان اللي بخزن فيه الداتا نفسها بحيث ان انا اتعامل مع الداتا دي از ان انبوت او از ان اوتبوت للكمبيوت او البروسيسنج واي. حلو، طيب سواء كانت الاستورج دي اون بريمس ولا كلاود ولا واتيفر، مش بنتكلم في النوع ده دلوقتي. ثالث جزء هو النتورك. النتورك هو ازاي ترانزميت الداتا فروم مكان لمكان تاني. انا خلاص انا عندي داتا اعمل لها ستورج، عندي كمبيوت بيبروسس الداتا، طب انا عايز ابروسس الداتا عندي وبعد كده عن طريق النتورك انقلها من مكان لمكان تاني، اللان والوان والكلام ده كله، ده جزء من النتورك. حلو، فده الثري مين كومبوننتس للانفراستراكشر. عايز تعرف يعني ايه انفراستراكشر لازم تعرف يعني ايه كمبيوت، ستورج، نتورك. حلو، طيب الجزء اللي بعد كده نبدا نليفرج النوليدج واحده واحده عن الدومين بتاع الديجيتال انفراستراكشر. الجزء اللي بعد كده هو الفيرتشواليزيشن. حلو، طيب هو ايه اصلا الفيرتشواليزيشن وهو ايه الفيزيكال سيرفرز. الفيرتشواليزيشن انا بتعامل مع جهاز واحد، الجهاز ده بشتغل كانه كمبيوتر وذين كمبيوتر. فانا عندي جهاز واحد مثلا فيزيكال سيرفر، فيرتشوال ماشين، وات ايفر، في جهاز او في ديفايس معين، اسيت معين، الاسيت ده فيرتشوالي كده هو جواه كذا كمبيوتر، جواه كذا فيرتشوال ماشين. حلو، الهايبرفايزر طبعا هو اللي بينيبل الفيرتشواليزيشن فروم سوفت وير برسبكتيف، بس كل واحد من الفيرتشوال ماشينز دي عنده اتس اون اوبريتنج سيستم. حلو، فهو عنده الاوبريتنج سيستم اللي بيتحكم فيها بكل الريسورسز، سواء كانت مثلا رام وبرينترز وهكذا، هو عنده الاوبريتنج سيستم هو اللي بيكنترول الكلام ده. بس الفيزيكال سيرفر هو اللي خلينا نقول بورت مع كل الاند بوينتس دي. حلو، طيب ايه الميزه اللي جابها الفيرتشواليزيشن؟ الميزه القويه اللي جابها الفيرتشواليزيشن هي اليوتيلايزيشن افشنسي. انا بقدر احسن استخدام الموارد نفسها بتاعتي. فلو افترضنا مثلا ان انا عندي خمس سيرفرات مثلا،
الورك لود عليهم هم الخمسه لا يتعدى ال 50%، واحد مثلا 40 35 20 وهكذا، كل واحد فيهم بيتكلف مثلا 20000 دولار. فكل الفاير فيزيكال سيرفرز دول في الاخر كلفوني 100000 دولار لو انا جبت الخمسه خمس سيرفرات. انما لو انا استخدمت الفيرتشوالايزيشن حطيت الخمسه ورك لود على 1 فيرتشوال ماشين 1 فيزيكال سيرفر بخمسه فيرتشوال ماشين في الاخر كلفني 40000 دولار مثلا، وحتى الكباسيتي 62%، عندي كمان اكسيد كباسيتي ممكن استخدمها لبعدين. حلو، فده الميزه القويه للفيرتشوالايزيشن بدون الدخول طبعا في تفاصيل، في طبعا اساتذه يعرفوا اكتر من الكلام ده. طيب ايه انواع الفيرتشوالايزيشن؟ ممكن ما يكونش عندي فيرتشوالايزيشن خالص، هاردوير على اوبريتنج سيستم، الاب على طول داخل. حلو، التايب ده نو فيرتشوالايزيشن. تايب 1 نو او اس، في هايبرفايزر خلاص، الهايبرفايزر ده على طول على الهاردوير بيسموه بير ميتال، تمام، على الهاردوير دايركت، او ان في اوبريتنج سيستم مبني عليه الهايبرفايزر. فده الفرق بين تايب 2 تايب 1 وتايب 2. فتايب 1 هايبرفايزر على الهاردوير وفي اوبريتنج سيستم مع الابس، هنا في هاردوير اوبريتنج سيستم هايبرفايزر مع الابس. النوع الاخير هو الكونتينرز، الكونتينرز في هاردوير اوبريتنج سيستم الدوكر، نتكلم كمان شويه عن الكونتينرز والكوبنتر والشيرد لايبريز والكونتينر والابس. فده الديفرنت فيرتشواليزيشن تايبس. حلو، ايه الفرق بين الكونتينر والفيرتشوال ماشين؟ الفيرتشوال ماشين بيشتغل ابستراكشن على الفيزيكال هاردوير خلاص. فانت عندك فيزيكال هاردوير، بدل ما كان عندك سيرفر واحد او اربع سيرفرات كانوا فيزيكال، عملت 1 فيزيكال سيرفر عليه مالتيبل فيرتشوال ماشينز. حلو، الكونتينر بيعمل ابستراكشن على مستوى الاب لاير، فانا عندي ممكن كونتينر يشتغل على فيرتشوال ماشين، ممكن كونتينر يشتغل دايركتلي على الاوبريتنج سيستم او الفيزيكال، هنشوفهم برده كمان شويه. الهايبرفايزر هنا بيقلعوا مالتيبل فيرتشوال ماشين تو ران اون سنجل ماشين زي ما اتفقنا. الكونتينر مالتيبل كونتينر كان ران اون ذا سيم ماشين خلاص، اند شير ذا سيم اوبريتنج سيستم. الفيرتشوال ماشين فيها فول كوبي اوف الاوبريتنج سيستم، ده برضو مين ديفرنس، ان الفيرتشوال ماشين عنده كل فيرتشوال ماشين على نفس الجهاز ليها فول كوبي من الاوبريتنج سيستم، انما المالتيبل كونتينر ممكن يشتغلوا على الوان اوبريتنج سيستم خلاص، كل واحد بيرن على ايزوليتد بروسيس، فكل واحد شغال على بروسيس مختلف. حلو، بياخد ليس سبيس بين الفيرتشوال ماشين، الايمج تيبيكالي تنز اوف من ميجا بايتس وهكذا. فده المين ديفرنس ما بين الفيرتشوال ماشين والكونتينر، ابستراكشن على مستوى الفيزيكال هاردوير، هنا على مستوى الابس، هنا مشتغل على كلهم، ممكن يشتغل على 1 او اس، هنا كل فيرتشوال ليها اي او اس مختلف. ففي هنا شيرد لايبريز، شيرد او اس كابابيلتيز، هنا في كل واحد هاز اتس اون سيبريت او اس. حلو، طيب لسه برضو في الانفراستراكشر بنتكلم على مصطلح الكلاود نيتيف، هو ممكن السكوب كبير جدا كديفينيشنز، بس خدها كلها كايه، كاسيتس نوليدج بيزد عندك، يعني كل شويه لما هتفتكر حاجه هتعرف ترجع لها في الاخر، وممكن من السلايد دي ترجع تبحر فيها وتعرف تفاصيل كتير جدا فيها. حلو، طيب انا بس محتاج اهايد الفيو فيديو بار دي هايد. اوكي طيب، فهنا الكلاود نيتيف اركتكتشر، الكلاود نيتيف هو كده خلينا نقول ميكس حاجات كتير كده في بعضها، حطهم مع بعض في خلاط يطلع لك حاجه اسمها كلاود نيتيف خلاص. فالكلاود نيتيف دوت فيه كلاود اركتكتشر على كونتينر على ديف اوبس على مايكرو سيرفيس على كل حاجه كده في بعضها. حلو، طيب فالكلاود نيتيف ايه فرق الكلاود نيتيف سوفت وير عن التراديشنال سوفت وير؟ الكلاود نيتيف سوفت وير او خلينا نقول التراديشنال الاول، السكوب بتاع السكيلابيلتي سكيلينج اب خلاص. انا عندي سيرفر معين ببدا اعلي في الكابابيلتيز بتاعته، بعلي في الرام، بعلي في الاستورج وهكذا. انما الكلاود نيتيف بيعمل سكيل اوت خلاص، انا عندي سيرفر هجيب واحد تاني وتالت ورابع وعاشر واعمل ريبليكيشن، والكلاود ما شاء الله ملوش نهايه. حلو، طيب التراديشنال سوفت وير مونوليثيك دايركتلي كابلد، مفيش مونوليثيك ابلكيشنز، كل الموديولز موجوده في ابلكيشن واحد، بيج ابلكيشن في تايتلي كابلد، كل حاجه معتمده على بعضها. في الكلاود نيتيف في طبعا سيرفيس اورينتد اركتكتشر، في اي بي ايز، مايكرو سيرفيسز والكلام ده كله، ففي لوزلي كابل، ممكن تحط موديول هنا موديول هنا، وفي انترفيسز ما بينهم وبين بعض. التراديشنال سوفت وير سيرفر ديبندنت، بيعتمد على السيرفر معين، الكونفيجريشنز المعينه اللي موجوده. هنا سيرفر اندبندنت، ممكن تعمل كل الكونفيجريشنز على مستوى مثلا
config file هنشوف اذا كانت شويه الانفراستراكشر از كود. ممكن كل حاجه تبقى على مستوى سيرفر واحد وجاست ديبلوي الكونفيجريشن ده وتحمل لها دوبليكيشن على كل السيرفرات. لو السيرفر ده وقع مش هيأثر على اي حاجه. هنا البروفيجن فور بيك كاباسيتي لغايه لما توصل يور الالتيميت كاباسيتي. هنا اون ديماند كاباسيتي بيزد على النيدز اللي هي بي از يو جو زي طبعا الكلاود كومبيوتنج امازون وهكذا. الجزء اللي بعد كده هنا تراديشنال دي ار ديزاستر ريكفري هاردوير ديبندنت افيلابيليتي. هنا سوفت وير مانجد افيلابيليتي كونتينوس اوبريشن طبعا مع زياده الكلاود كومبيوتنج وهكذا. الترديشنال سوفت وير هنا ووتر فول لونج لايف سايكل هنتكلم عن ووتر فول والاجايل كمان شويه. الكلاود نيتيف اجايل كونتينوس ديليفري ديف اوبس سيرفيس اوبريشن. هنا في سيبريشن ما بين الديف والاوبس. فالتراديشنال سوفت وير بنتكلم على كل حاجه تراديشنال ووتر فول على الديفلوبمنت اوبريشن لوحده على تايتلي كابلد مونوليثيك على تراديشنال دي ار كل ده تراديشنال. الكلاود نيتيف في كل حاجه خلينا نقول التريندنج كونتينوس ديليفري ديف اوبس لوزلي كابلنج اي بي ايز اون ديماند اجايل لين كل حاجه ممكن تسميها ميكس كله على بعضه كلاود نيتيف. حلو. طيب فكده مصطلح الكلاود نيتيف. طيب كلاود نيتيف كيوبنتر. الكيوبنتر هو احد خلينا نقول اوبن سورس اوركستريشن بلاتفورم بتساعدك ان انت تطبق الكونتينرايزيشن او فكره الكونتينر. احنا قلنا من شويه الكونتينر في اربع انواع من الفيرتشواليزيشن. طيب اخر نوع هو الكونتينرايزيشن او البارا فيرتشواليزيشن. الكونتينرز احد الطرق اللي بتساعدك هي الكيوبنتيز. تمام كيوبرنتيز اوكي. فهنا هو مبني على ان في نود معينه. النود دي جواها تقسيمات معينه هي البود. البود هي جروب اوف كونتينرز. ففي كونتينر 1 2 3 كونتينر زي ما اتفقنا ممكن يشير الاوبريتنج سيستم. حلو. بس هو بيعمل سيبريشن على مستوى الاب. وفي بود ثاني جواه مجموعه كونتينرز ثانيه. حلو. طيب السيرفيسز هي خلينا نقول اللي بتمانج سبورت اكتر من بود مع بعضه. البود هو جروب اوف كونتينرز. فالسيرفيس هي اللي بتعمل سبورتنج الكومن فانكشناليتيز ما بين مالتيبل بودز او مالتيبل كونتينر جروبس. حلو. طيب بعد كده كل النود دي كلها سبورتد باي هاردوير الدوكر وهكذا الاوبريتنج سيستم وهكذا. وثالث كومبوننت للكلاود نيتيف كومبنتيرز اللي هو الفوليوم. خلاص الفوليوم زي ما اتفقنا ممكن يكون فيه شيرد فوليوم على مستوى البود مثلا على مستوى الاوبريتنج سيستم كل الناس بتشتغل معاه ليك اكسس على حاجات معينه بيزد على خلينا نقول البرميشن النيدز وهكذا. ماشي. والنيم سبيس كل واحد ماتشوال اكسكلوسيف نيم سبيس كل كونتينر ليه نيم سبيس مختلف على مستوى حتى الكوبنتيرز نفسه كل حاجه بتختلف على مستوى النيم سبيس واليونيك ليبلنج. حلو. طيب الكوبنتيرز قلنا ان هو طريقه لتطبيق الكونتينرايزيشن. فهنا برضو مثال على الكلاستر اركتكتشر في اي بي اي سيرفر هو اللي بيعمل مانجمنت ما بين النودز وبعضها. فانا عندي نود 1 ونود 2 النود فيها مجموعه كونتينرز كونتينر 1 2 3 وهكذا. ففي الاخر ماستر هو اللي بيتحكم ويعمل سكادجولينج ما بين النودز دي وبعضها عن طريق اي بي اي مانجمنت سيرفرز. حلو. مش عايز اخش في التفاصيل دي بس يعني كل ده ليه تفصيل بعدين. طبعا لو انت تخصص مثلا على مستوى الكونتينرايزيشن في كورسز وسيرتيفيكيشنز كامله على الموضوع ده. حلو. طيب فانا هنا البيزكس للانفراستراكشر عرفت الكمبيوت ستورج النتورك. على مستوى الفيرتشواليزيشن عرفنا يعني ايه فيرتشواليزيشن كمبيوتر وذين كمبيوتر. عندي اربع كمبيوتر بدل ما اعملهم فور فيزيكال سيرفرز عملت واحد وحطيت كلهم بحيث ان انا احسن اليوزابيليتي. خلاص يوزابيليتي افشنسي يوتيلايزيشن افشنسي. بعد كده قلنا ان الكونتينرز هو سام فورم اوف فيرتشواليزيشن بس على مستوى الاوبريتنج سيستم كل اكتر من كونتينر ممكن يشير الاوبريتنج سيستم انما الفيرتشوال ماشين مش بتشير الاوبريتنج سيستم وهكذا. طيب الكلاود سيرفيسز برضو مش هنتكلم بالتفصيل عن الكلاود بس مينلي ايه السيرفيسز اللي بتقدمها على الكلاود. طبعا في عندنا انفراستراكشر از ا سيرفيس بلاتفورم از ا سيرفيس سوفت وير از ا سيرفيس وهكذا. فالمين كابابيلتيز للكلاود قلنا اللي هي بي از يو جو او بيزد اون ديماند. لو انت عندك هاي ترافيك فانت محتاج خلينا نقول ستورج زياده محتاج سكيلينج اوت محتاج وات ايفر فده سام هاو فورم اوف
الكلاود سيرفيسز. تراديشنال اي تي انت بتمانج كل حاجه فروم نتورك ستورج سيرفر فيرتشوال كل حاجه انت بتمانج فده الاون بريمس. انا عندي اي تي بمانج كل حاجه فروم انفراستراكشر برسبكتيف تمام. الانفراستراكشر از ا سيرفيس تمام. الكلاود بروفايدر بيقدم لك نتورك ستورج سيرفر فيرتشوال او او اس كله بيقدمه لك وانت بس بتمانج ميدل وير ران تايم داتا الابلكيشنز ده اللي انت بتمانجه. حلو. البلاتفورم الديليفر از ا سيرفيس بيديك كل حاجه انكلودنج الاو اس ميدل وير وانت فقط بتمانج يور ابلكيشن او يور بلاتفورم. حلو. سوفتوير از ا سيرفيس كل حاجه موجوده ديليفرد از ا سيرفيس زي مثلا دروب بوكس وهكذا انت بس مجرد يوزر انا بستخدم السوفت وير ده زي نيكس كلاود ديف اوب سوري دروب بوكس وهكذا وان كلاود وهكذا. فدي الصور المختلفه للكلاود سيرفيسز. خلاص بيزد على النيدز. خلاص انت بتشوف انا محتاج هايبر مثلا هايبر كلاود اركتكتشر فمحتاج جزء يبقى تراديشنال اون بريمس وجزء تاني مثلا انفراستراكشر از ا سيرفيس. هل انا محتاج اشتري حاجه خلاص سوفت وير از ا سيرفيس اون كلاود؟ هل عندي بلاتفورم معين محتاج بس اعمل له هوستنج على بلاتفورم از ا سيرفيس تايب اوف سيرفيس كلاود سيرفيس ولا هكذا؟ فبيزد على النيدز بتاعتك انت بتبدا تعمل ميكس اند ماتش. حلو. طيب الجزء اللي بعد كده. طيب فده ما فيش فيه تفاصيل اول كلاود سيرفيسز بس مين لي دلوقتي خلاص انا عرفت الاول فيرتشواليزيشن هو البيزكس للكلاود سيرفيسز. فانا عرفت بالظبط ايه الفرق بين الفيرتشوال والفيزيكال، الفرق بين الكونتينر والفيرتشوال ماشين. بعد كده خلاص هوست بقى الكلام ده اون بريمس، حطه كلاود بلاتفورم از سيرفيس انفراستراكشر وهكذا. طيب الكومبوننت الرابع في الانفراستراكشر او الديجيتال انفراستراكشر، انا كل ده بجهز ماي انفراستراكشر زي ما اتفقنا. اول جزء خالص بس ريكاب سريع عشان لو اي حد دخل متاخر، اول جزء خالص احنا اتفقنا ان انا بحط ماي فاونديشنز ماي فاندامنتالز عشان افهم الديجيتال ترانسفورميشن از ا انديفيديوال از ا ستارت اب از وات ايفر. انا لسه بقول بسم الله ديجيتال، بسم الله ديجيتال ترانسفورميشن. فعرفت مين الكاستمر، مين الاند يوزر، مين السبونسر بتاعي، عرفت ايه خلينا نقول البوزيشن بتاع البرودكت بتاعي جاي فين. هل انت بتقدم برودكت او سيرفيس لو كوست ولا يونيك خلينا نقول نيش بلاير ولا فول ديفرنشيتور مع بيج او برود سكوب. بعد كده رحنا للفاليوز، ازاي اقدم فاليو، البيزنس موديل كانفاس، اللين ستارت اب، البيزنس كيس ديفلوبمنت وهكذا. بعد كده الديجيتال لايف سايكل، عرفنا ايه اللايف سايكل بتاعت البرودكت من اول ايديشن لغايه الريتايرمنت. عرفنا الديف اوبس ستايل 3 ways اللي هي الفلو فيدباك والكونتينوس امبروفمنت. عرفنا بعد كده ان انا كل شويه في يوزر اكسبيرينس بيزود، بقدم يوزر اكسبيرينس مع ديجيتال لايف او برودكت لايف سايكل. البرودكت هوريزونتال من الايديشن للريتايرمنت كل شويه بيعمل كونتينوس امبروفمنت، واليوزر اكسبيرينس كل شويه بتزيد. حلو. طيب الجزء اللي دخلنا فيه بعد كده، طيب انت عرفت ايه البرودكت بتاعك، عرفت ايه الكاستمر، طيب ازاي تمانج يور انفراستراكشر، عرفنا ايه الكي كومبوننتس، كمبيوت ستورج نتورك فيرتشواليزيشن بانواعها، الكلاود سيرفيس بانواعها. تمام. طيب كونفيجريشن مانجمنت. الكونفيجريشن مانجمنت ده برضو يعني توبيك كبير جدا من بارت طبعا من السيرفيس مانجمنت، بس خلينا نقول هنا الانفراستراكشر از كود مع الكونفيجريشن مانجمنت. طيب زمان انت عايز تعمل مثلا ديبلوي لسيرفر معين، فانت محتاج الكونفيجريشنز بتاعت السيرفر دي تخش على السيرفر تعمل تكتب انت او لو هي مثلا كونفيجرد على ويزرد كونفيجريشن تمانج كل حاجه 1 باي 1، وبعدين عشان تعمل لها سبريد لمكان تاني او سكيل اوت لمكان تاني بتاخد الكلام ده كوبي او بتروح تعمله تاني وهكذا. الكلام ده كان زمان. حاليا بداوا يستخدموا نفس الفيتشرز او الكابابيلتيز اللي موجوده في الديفلوبمنت لايف سايكل. انت عندك لايف سايكل في الديفلوبمنت، ناس بتعمل ديفلوبمنت بتكتب كود بتران الكود ده بتبيلد وهكذا، فهم حاولوا يعملوا ايميتيشن للايديا دي على مستوى الانفراستراكشر، فعملوا حاجه اسمها انفراستراكشر از ا كود. انا بكتب كود، الكود اللي انا بكتبه ده على بساطته مثلا في المثال ده انا بعمل فولدرز جديده والفولدرز دي بحط جواها فولدر فايلز. ماشي. على بساطته في المثال ده، بس هو معقد جدا لان ممكن تكتب كود كومبلكس فيري كومبلكس تعمل بيه مانجمنت الكونتينر في فيرتشوال ماشين، كل الكلام ده اوتوميتد مجرد ما تكتب الكود كل ده بيحصل له
مع طبعا مع الديف اوبس والكونتينوس ديليفري والقصص دي كلها. ببدا امانج ماي انفراستراكشر از كود، بشوف الكود ده اعمله بيلد ولا واتيفر، وبعد كده اخش في اللايف سايكل از انفراستراكشر سكريبتس وهكذا، وادبلوي كل الكلام ده، كرييت اي اي اس ويب سايت، كرييت فيرتشوال ماشين، كرييت كونتينر، استوبل كونتينر، اشوف واتيفر ايه النودز الاون اند اوف وهكذا، كل الكلام ده از كود. حلو. طيب ايه علاقه الكلام ده بالكونفيجريشن مانجمنت؟ الانفراستراكشر از كود ده بارت من السورس كنترول. حلو. فانا عندي سورس كنترول، عندي باكج باكج مانجمنت. السورس كنترول انا محتاج حاجه اخزن فيها ماي اسيتس، ماي سورس، ماي كود، حاجه اللي انا بكتبها الديفينيشنز دي محتاج احطها في مكان معين، فده سورس كنترول بيمانج يور سورس. تمام. سواء كان كود انفراستراكشر از كود، تمام، بيلد ديفينيشنز، ديبلويمنت، كل ده بارت من السورس كنترول. حلو. الباكج مانجمنت، خلاص انا عملت الكود بتاعي، عايز ادبلوي الكلام ده، فبحوله الباكج. هنتكلم كمان شويه عن التفاصيل دي، فبحوله الباكج عشان ابدا اعمله ديبلويمنت. فالاثنين دول جزء من الفيرجن كنترول، الباكج مانجمنت والسورس كنترول. حلو. طيب ده كده في مرحله البيلد. احنا اتفقنا مثلا في الاي تي فور اي تي بلان بيلد ديليفر ران. حلو. انا في مرحله البيلد بدات اعمل ماي سورس كود وعملت الباكج بتاعي. حلو. طيب الجزء اللي بعد كده هو الديبلويمنت اند اوبريشن. خلاص انا خلصت الكود بتاعي، عملت باكج، خلاص عملت له ديبلويمنت، محتاج اعمل عليه اوبريشن بقى بعد كده. فالاوبريشنز في اسيتس، في كونفيجريشن، في سيرفيس موجوده في الانفراستراكشر، كونفيجريشن ايتم وهكذا. فكل الكلام ده بارت من اللي خلينا نقول البيجر سكوب هو الكونفيجريشن مانجمنت. حلو. طيب انا عايز اتاكد بس ان الفيديو شغال. اوكي، حاسس ان انا بتكلم نفسي. اوكي. طيب نتكلم سريعا عن الفيرجن كنترول. الفيرجن كنترول قلنا هو تو بارتس، سورس كنترول بلس باكج مانجمنت. الفيرجن كنترول خلينا نقول المين فيتشرز اللي بيقدمها لك تشينج هيستوري، اي تشينج انت عملته من 10 سنين فاتوا التشينج دوت موجود عندك، تقدر ترجع له في اي وقت، تعمل كومبارزن ما بين الفيرجنز وبعضها، تعمل ريستور الباك اب وهكذا. كل الكلام ده بارت من الفيرجن كنترول. ماشي. طيب الفيرجن كنترول قلنا فيه سورس وباكج. السورس كنترول انا عندي في بدل ما كل واحد مثلا يشتغل لوحده في مكان معين، انا عندي ريبوستوري ديفلوبرز التسترز وهكذا، كل واحد بيشتغل وفي الاخر بيكميت هيز ورك في السورس كنترول، سواء بعمل يونت تيست كود، سواء بعمل كود عادي، باك اند كود، انتجريشن كود، سيرفيسز وهكذا. كل الكلام ده كل واحد بيشتغل وبعد كده بعمل كوميت لي في السورس كنترول. حلو. طيب هو اصلا طب يعني ايه الكوميت؟ الكوميت ان انا اي تشينج انا عملته بعمل له ميرج مع السورس كنترول. فانا شغال لوحدي في اللوكال ورك سبيس بتاعتي، خلاص خلصت الشغل بتاعي بطريقه معينه، بعمل له تشيك ان، بروح احطه في بريكورد ماي تشينجز في السورس كنترول، باخد الكلام ده احطه في الريبوستوري عشان يكون في خلينا نقول هوموجينوس ما بين ماي تشينجز والاذر ديفلوبر تشينج وهكذا. خلاص فاي تشينج بروح احطه في الماستر ماستر برانش. حلو. طيب ايه هو البرانش؟ احنا قلنا الكوميت اي تشينج بحطه في يعني جمعته واحطه في الماستر برانش. طب البرانش هو ايه؟ البرانش ان انا عندي خلينا نقول الماستر كي او الماستر الران اللي مثلا كود اللي هو باخده بعد كده بعمله ديبلويمنت في البرودكشن، وفي بعد كده برانشز ثانيه او فروع ثانيه كل واحد بيشتغل لهدف معين. ففي مثلا ناس بتشتغل على الديفلوبمنت لفيتشر معينه، فانا باخد الفيتشر دي اعمل لها ديفلوبمنت واعمل لها ميرج على الديفلوبمنت برانش. خلاص خلصت ديفلوبمنت عايز اعمل ريليز، فبحط على الريليز برانش. خلاص بعد كده من الريليز طلعت للماستر الجاهز ان انا بعد كده اعمل له بيلد ديفينيشن واروح اعمل له ريليز واحطه في البرودكشن، انا قصدي ريليز فول ريليز ديبلويمنت. وبعد كده خلاص حصل مشكله بعمل هوت فيكس وارجع المشكله للماستر. فالبرانش هو في الاخر ان انا بعمل سيبريشن اوف كونسيرن لديفرنت برسبكتيف. في ناس بتشتغل ان هي تعمل امبلمنت الفيتشر، في ناس بتشتغل ان هي تطلع ريليز، في ناس بتشتغل ان هي تعمل سولفنج للهوت فيكس، في ناس تاخد الماستر وتحطه في البرودكشن. فده البرانش مانجمنت. تمام. اول برانش استراتيجيز. طيب اول جزء قلنا من الفيرجن كنترول هو السورس كنترول، تاني جزء هو الباكج مانجمنت. السورس كنترول بيتكتب فيه كود عادي جدا، طبعا الكلام ده يمكن يكون معروف لاكثرنا، بس يعني ايه
جاست واذكر يعني تمام. ففي سورس كنترول بكتب فيه الكود بتاعي، الكود ده بيحصل له كومبايل بيلد وبعد كده يروح للباكج مانجمنت از ا باينري كود از ا باكجز. حلو. طيب الفيرجن كنترول تايبس في نوعين، يا اما بجمع السورس والباينري كله في مكان واحد، ده نوت ريكومندد سوليوشن ان انا عندي كل حاجه في مكان واحد. الريكومندد سوليوشن ان انا عندي سيبريت فيرجن كنترول، في واحد للسورس وفي واحد للباكج. انا حاطط التكست ريد، الناس اللي تعرف تقرا الكود موجود في ريبوستوري لوحده، وبعد كده بعمل بيلد ديفينيشن، باخد الكلام ده احوله ريليز وستارت ريليز مانجمنت، وبعد كده باخد الكلام ده از ا باكج. بعد الباكج نفسه يتحول لباينريز، واخد الكلام ده هرجعه تاني عشان يطلع از ا ريليز مانجمنت. فانا جالي كود، الكود دوت بعمل له بيلد واحوله لباينري فورمات، بيلد ديفينيشن بطلع از ا ريليز. حلو. طيب فكده اتكلمنا على البيزك configuration management. يبقى configuration management اتكلمنا فيها على version control, source control. طبعا كل الكلام ده يمكن يكون اغلبنا عارفه، بس هو بارت من تهيئة your digital infrastructure. عشان تشتغل سواء كانت انت لسه فرد او ستارت اب، لازم تفهم ان في حاجة اسمها version control, source control، في commit، في branches وهكذا. حلو. طيب securing your infrastructure، هنا ده ال security hierarchy. طب انا عايز اعمل security، خلاص انا عندي infrastructure، هل اي حد يقدر ياكسس اي لاير او اي زون؟ لا، في هيراركي معين لازم بتشتغل عليه اللي هي الزونينج مثلا. ففي لوكيشن معين، ده الزون بتاع الدي ام زي زون، ده الزون بتاع الابلكيشن وهكذا. ففي زونينج ستراكشر او زونينج اركتكتشر. اللاير اللي بعد كده اسيت اند كونفيجريشن مانجمنت، بعد كده بعمل لوجينج اوثنتيكيشن انكريبشن. فدي اللايرز بتاعت السكيورتي فروم انفراستراكشر برسبكتيف. حلو. فطبعا السكيورتي او السكيورنج انفراستراكشر ده كريتيكال جدا لاي برودكت لايف سايكل ديليفري. طيب انت اشتغلت وعملت كل اللي انت عايزه خلاص، بس في الاخر جاء حركه عبيطه جدا بوظ لك كل حاجه بهاكينج، بحد نون اوثنتيكيتد يوزر دخل بوظ لك كل حاجه. فالموضوع مش فقط ان انت بتشوف الاند يوزر، يعني نشوف كده البيرد فيو تاني، انا عرفت الاند يوزر، عرفت الفاليو هقدمها له ازاي، عرفت البيزنس موديل، بيزنس موديل كانفاس واختلاف الصور بتاعت الفاليوز، عرفت بعد كده اللايف سايكل بتاعت البرودكت. طب خلاص انت فهمت كل حاجه وعملت ديفلوبمنت وفيرجن كنترول وسورس كنترول. بمنتهى البساطه لو انت مش عامل سكيورتي ليور انفراستراكشر، كل الكلام ده ممكن في ثواني يور ريبيتيشن تضيع از انتربرايز، مفيش حد اصلا يشتري منك خدماتك لان انت اتس نوت سكيور. اي حد ممكن يهاك يور اسيتس يور انفراستراكشر. حلو. طيب كده احنا اتكلمنا على اول اثنين. احنا ان شاء الله يعني انا هحاول انجز برضو، لان احنا معانا في السكوب 6 من ال 12. اتفقنا في الاول خالص في 4 كونتكست، اللي هو الفاوندر او الانديفيدوال، التيم، التيم اوف تيمز، الاندورينج انتربرايز. التيم اوف تيمز والاندورينج انتربرايز اتس نوت كفرد از ديتيلد في السكوب بتاعنا النهارده. الفاوندر والتيمز كفرد. فاحنا حاليا خلصنا اول اثنين في الفاوندر اللي هو الديجيتال فاندامنتالز والديجيتال انفراستراكشر. طيب نخش على الدليفري. طيب الدليفري احنا اتفقنا خلاص انا عملت جهزت الانفراستراكشر بتاعتي سواء اون كلاود ولا فيرتشوال ولا وات ايفر، وفي نفس الوقت فهمت الفاندامنتالز. طيب ازاي بقى اعمل ديفلوبمنت، بقى ازاي اشتغل على البرودكت بتاعي او السيرفيس اللي انا بقدمها؟ فاول حاجه الابلكيشن لايف سايكل مانجمنت البيزكس. طبعا ده البيزكس بتاع اي اي تي، اي اي تي شغال فروم ان انا اندرستاند الاوت كم، انالايز ديزاين سوليوشن، بيلد سوليوشن، تيست سوليوشن وايفالويشن، بعد كده الترانزيشن اوت الدليفري. ماشي. فده الديفولت سيرفيس ديفلوبمنت لايف سايكل. الجزء اللي بعد كده اتطور الكلام ده بعد ما كان ووتر فول. الووتر فول طبعا هو التراديشنال واي للديفلوبمنت، فروم سيستم ريكويرمنت، ريكويرمنت اناليسيز، فروم سيستم تو سوفت وير اناليسيز، ديزاين، اركتكتشر، كودنج، تيستنج وهكذا. خلاص ده التراديشنال واي. بعد ما ينتهي المرحله الاولى بروح المرحله اللي بعدها وهكذا. نفس الكلام الفي موديل برضو تراديشنال، فروم الكونسبت اوف الاوبريشن، ريكويرمنت، كونستراكشن يونت تيست وهكذا. ده برضو ايه تراديشنال. تحولنا من الكلام ده الى الاجايل. الاجايل طبعا هو وايدلي يوزد براكتس. فهو الاجايل
خلينا نقول بمصطلح بسيط، انت بتعمل كل الحاجات اللي انت بتعملها في الترديشنال اس دي ال سي، بس انت سكوبك صغير جدا، سكوبك في سبرنت معينه، سكوبك فيتشرز معينه، ايبك معينه، فانت شغال في سكوب صغير، انت مش تستنى لغايه لما تخلص دوكيومنتنج كل الريكويرمنتس بعد كده تروح للديفلوبمنت بعد كده وهكذا ديزاين وهكذا. فالاجايل تاتا تاتا يعني، تمام؟ فهو iterative approach, fast cycle development and ongoing feedback. ثلاث الثري مين فيتشرز: iterative كل شويه بعمل iteration, fast cycle development, وفي continuous feedback كل شويه العميل بيقول لي رايه وهكذا. خلاص المانيفيستو طبعا الاجايل كل الكلام ده انا هحاول اعديه لان اغلبه معروف. فمثلاً الـ individual versus interaction أهم sorry الـ individual interaction over the process or tools أهم حاجة الـ interaction ما بين التيم وبعضه. working product then أو over then comprehensive documentation اهتم أكتر إن أنت تطلع product MVP product life cycle وهكذا عن إن أنت تحط documentation comprehensive بدون يعني بدون إن أنت تستفيد بالـ documentation دي. خلينا نقول إيه iterative approach للكلام ده، أعمل document للحاجة اللي أنا عايزها واطلع اطلع بيها وركبل برودكت، مش احكي خالص الدوكيومنتيشن، لا انا هشتغل برضو دوكيومنتنج للابك يوزر ستوريز وهكذا. الكاستمر كولابريشن اوفر الكونتاكت نيجوشيشن، مش كل حاجه الاس ال اي في اي مش موجود مش موجود، لا ويلكم تشينج كاستمر كولابريشن وهكذا. وطبعا ريسبونس تو تشينج باي اوفر فولوينج بلان، لو حصل تغيير ما فيش مشكله طلع اعمل ريبريتورايز للباك لوج وهكذا، نتكلم على الباك لوج كمان شويه ان شاء الله. تمام، فدي الفاليوز للاجايل. الجزء اللي بعد كده البرنسبلز للاجايل: ساتسفاي يور كاستمر، ويلكم تشينج، ديليفر فريكوينتلي كل اتريتيف سبرنت 2 ويكس وهكذا، ورك توجذر از ا تيم، تراست اند سبورت، فيس تو فيس كونفرزيشن، وركبل برودكت، سستينبل ديفلوبمنت، كل طبعا البيزكس بتاعت الاجايل. اتنشن، سمبليستي، سيلف اورجنايزد تيم، ده اهم حاجه طبعا، لازم يكون التيم سيلف كروس فانكشنال تيم. كل الكلام ده مهم جدا في اللين كمان شويه نتكلم عليها، والديف اوبس والاجايل، كل الكلام ده ميكس زي ما قلنا في الكلاود نيتيف. كلاود نيتيف هو المصطلح اللي انت تقدر تحط فيه اي حاجه ترند، اجايل، ديف اوبس، اي بي ايز، مايكرو سيرفيس، كله كلاود، كل ده تحت الكلاود نيتيف. حلو، طيب فرق الووتر فول عن الاجايل فروم ريسك برسبكتيف. الووتر فول انت بتجمع ريكويرمنت وتك تك تك تقعد تستنى لغايه في الاخر خالص، الكوست بيزيد مع الوقت، هنشوف كمان شويه اللاستات بعدها الكوست اوف ديفكت، بس خلاص انا مش مفيش ليرنينج، انا بعد ما بخلص كل حاجه تروح كده للعميل يقول لك ايه ده احنا مش عايز اللي انت عامله ده اصلا. في ريسك كبير جدا لو انت شغال بالووتر فول. لو انت طبعا شغال اجايل كل شويه في فيدباك لوب، بتعلم من ماي ام في بي، ماي فيرست اتريشن، بعدل واحسن في البرودكت لايف سايكل، فالريسك كل شويه بيقل، تمام؟ او يعني خلينا نقول مانجد ميتيجيتد، تمام، مش بيزيد مع الوقت. ماشي، طيب نخش على الديف اوبس. احنا كده اتكلمنا على الاجايل وقلنا الفرق بين الووتر فول والاجايل، هنتكلم كمان شويه عن السكرام برضو اظن في البرودكت تيم، بس احنا هنا على مستوى الانديفيدجوال او الفاوندر بنتكلم بس على المين اوبس كونسبت الاجايل. لما نخش على التيم هنتكلم عن السكرام واللين وخلافه. حلو، طيب اتمنى يكون حتى الان واضح ان شاء الله. نكمل الديف اوبس. الديف اوبس هو يعني ميكس برضو ما بين اللين مع الاورجانيزيشن كلتشر مع الكونتينوس ديليفري. احنا كنا على الديف اوبس في الاول خالص فروم هاي ليفل، الاي تي فور اي تي اند تو اند ده يعتبر ديف اوبس. انا بلاننج بيلد ده ديف، والديف اند ران ده الاوبس. حلو، هنا بنتكلم شويه فروم ديفلوبنج برسبكتيف. فانا عندي كونتينوس ديليفري بايب لاين، تيست دريفن ديفلوبمنت، ongoing refactoring, continuous integration, delivery, continuous delivery, release management. حلو، فدي المين براكتسز اللي بتستخدم within ال DevOps. ماشي، فهو mixing ما بين ال product management مع continuous delivery, organization structure and culture, team behavior وهكذا، كل ده مع بعضه كده DevOps. حلو، طيب ال continuous delivery tool chain السايكل بتبدا ان انا عندي value identified، انا عندي حاجه محتاج اقدم ليها value. حلو، الحاجة اللي انا عايز اقدم ليها فاليو دي زي ما اتفقنا الفاليو ميثودز، الكاستمر عرفته مين، ازاي هقدم له الفاليو بروبوزيشن، عملت ريفاين الكلام ده في الباك لوج لبرودكت فيتشر. حلو، هنتكلم كمان شويه برضو عن الباك لوج وكده، بس انا عندي فيتشر
الفيتشر دي بعد كده بيحصل لها بقى الايه السايكل بتاعه السورس كنترول والفيرجن كنترول والريليز مانجمنت والكلام ده. فهنا كونتينوس ديليفري تول تشين في تول تشين بتساعدك ان انت فروم فاليو تمام تول اوتوميشن او تول انفراستراكشر تمانج كل الكلام ده خلاص من اول سورس كنترول انفراستراكشر از ا كود زي ما اتفقنا من شويه سورس كنترول او سورس ريبوزيتوري باكج مانجمنت انفراستراكشر تعتبر ريليز اوتوميشن بعد كده تارجت انفراستراكشر يعني رجوعا للاوبريشن والمونيتورنج. فهنا تول تشين الكونتينوس ديليفري حلو. التست دريفن ده كده تاني كونسبت في الديف اوبس. التست دريفن هو ان انا بتست الايديا, خلينا نشوف المثال وبعدين نرجع للديفينيشن. بتست الايديا الاول ان هي تفيل وبعد كده بعالج المشكله اللي حصل فيها فيلد. فمثلا بقول له الاول خلاص امشي خلاص تمام توكل على الله امشي ام واقع خلاص. فانا كده بتست الفيل, انا عرفت ان في مشكله دلوقتي حصلت بعمل لها تيستنج. بعد كده وانس يو تيست الفيل بعد كده خلاص انا كده عرفت ان انا محتاج ابني بريدج محتاج ابني كوبري. فده طريقه التست دريفن ان انت الاول اعرف المشكله عشان بعد كده ما تجيش عشان بعد كده تتلافى المشكله بعد كده ابني يور ديفلوبمنت. فالتست دريفن هو بيريفرس التراديشنال ديفلوبمنت اند تيستنج. انت حط التست الاول وبعد كده اعمل ديفلوبمنت بيست على التست ديفينيشنز او اليونت تيست اللي انت عرفته حلو. فهنا يو رايت التست فيل تيست عملت التست عشان افيل انا هدفي ان انا فيل. بعد كده بعمل التست عشان اباص التست ده. بعد كده بعمل ريفاكتور ببدا احسن بقى في الكود وبكلين الكود. وبعد كده نفس الكلام بعمل تيست جديد بفيل في التست دوت بباص التست بعد كده ريفاكتور وهكذا. فهي لايف سايكل في تيست دريفن ديفلوبمنت. برضو يعني في جزء بيساعد التست دريفن اللي هو الاون جوينج فاكتورنج. الاون جوينج فاكتورنج ان انا خلاص يعني انا بنيت مثلا البيزكس بس انا مع الوقت محتاج احسن محتاج امبروف ماي ديزاين ماي ستراكشر محتاج احسن الديفلوبمنت ستايل كنت بستخدم طريقه مثلا مش معتمد على الاي بي ايز محتاج اسيب مثلا نفس الانترفيس بس محتاج اكستمايز او خلينا نقول اظبط ماي انترنال كود بحيث ان هو يكون ابلاي مع الانترنال او سوري الامرجنت ترندز زي الاجايل والديف اوبس والمايكرو سيرفيسز وهكذا. طيب فالريفاكتورنج هو اللي بيساعدك ان انت تكتشف التكنيكال ديبت تمام. هنا مثلا هو بيقول له انا مشغول ان فعلا انا مشغول انا عندي شغل وبتاعي يا عم انا هساعدك انا جاي لك ان انا بقول لك هتستخدم بطريقه افضل انا بحسن لك يور اوبريشن انا بشتغل بطريقه افضل من اللي انت بتعملها دلوقتي خلاص. فده الاون جوينج ريفاكتورنج. اللي تشينج طبعا اوف الديفكت طبعا الكوست اوف ديفكت معروف ان هو وهو وانت لسه في الكونسبشن صغير مع الوقت بيزيد على الديفلوبمنت لغايه لما تطلع على البرودكشن بيبقى اضعاف اضعاف مكان لسه الفكره لسه في الاول حلو. فالاون جوينج فاكتورنج بيساعدك ان انت تكتشف التكنيكال ديبت ده ايرلي بدل ما تيجي عند الريليز وتكتشف ان في مشكله حلو. طبعا اون جوينج فاكتورنج سبورتد مع تيست دريفن الاثنين مع بعض بيساعدك ان انت كل ما تكتشف الديفكت او البروبلم بدري كل ما كان افضل في الامبروفمنت الكونتينوس امبروفمنت للبرودكت بتاعك حلو. طيب الكونتينوس انتجريشن كونتينوس انتجريشن بدل ما كل واحد يشتغل لوحده ده طبعا ثالث براكتس للديف اوبس علشان عارف ان المحتوى كبير جدا بس يعني ده نص المحتوى اللي احنا اللي الماده كلها فيه ان شاء الله يكون سلس ان شاء الله. فالديف اوبس الكونتينوس انتجريشن كل واحد شغال لوحده مثلا ماري وبارنا ده شغال لوحدهم خلاص في هيز لوكال ورك سبيس وفي ماستر فيرجن. فانا شغال اي ان بي وهو شغال بي ان سي ففي فيرجن من فايل احنا الاثنين شغالين عليه خلاص. فانا محتاج اعمل ميرج. فساعه الميرج لو كل واحد شغال لوحده لو كل واحد شغال في سورس لوحده فيحصل مشكله جدا ساعه الميرج. وساعتها هعمل بقى ريسولف الميرج ده واحط الكود بتاعي ولا الكود بتاعه وهكذا حلو. فالفكره هنا ان انا بكاتش الايرور كويكلي. فكره الكونتينوس انتجريشن ان انا بدل ما اسيبك تشتغل مثلا شهر ولا شهرين وبعد كده تميرج يور تشينجز خلاص ويحصل مشكله الهيوج تشينج ميرج انا محتاج اكاتش السمول تشينج كل شويه بكاتش الايرور كويكلي. حصل تشينج بسيط غيرت سطرين كود بدل ما غير كل الكلام ده وهو غير برضه سطرين كود في نفس الكلام او يعني في انتراكشن بوينت ما بينهم فانا عرفت ان المشكله فاست ايدنتيفيكيشن طلعت الاوتكم عملت السمول. فانا زي ما قلنا من شويه مثلا مشابه للاجايل لما قلنا الاجايل والووتر فول كل شويه بيحسن في الريسك فما فيش فيه ريسك لان كل شويه باخد فيدباك
نفس الفكره هنا، انا مش محتاج اسيب ده يشتغل لوحده في وادي وده يشتغل لوحده في وادي وبعدين اجي اعمل ميرج يحصل مشكله. فالكونتينوس انتجريشن هدفه ان انا كل شويه الناس دي شغاله مع بعضها، بياخد الليتست فيرجن من الثاني، ولو في تشينج بيبقى ايه التشينج بسيطه اقدر اعمل له مانجمنت بسهوله. حلو. فهو بريكفاست بيساعد ان انا ديفلوب ريجولارلي ميرجنج الكود تشينج انتو سنترال ريبوستوري في خلينا نقول فريكوينت تايم انترفال، كل شويه ببدا اعمل الكلام ده. الفرق ما بين الكونتينوس انتجريشن والبيج بانج، البيج بانج في خلاص انا شغال في ميجور ريليز اهو، قاعد بعمل سوري النيو ميجور فيرجن خلاص، وهنا البرودكشن البيز او الماستر خلاص، كل شويه بعمل نيو نيو نيو، هنا بعمل فيكس باج فيكس باج، لما يعمل ميرج هيكون في مشكله ده هو الميرج حل، انما هنا كل شويه خلاص في فيكس المشكله بعمل ميرج فيكس ميرج 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 خلاص، لما اجي اعمل كات اوفر فما فيش هنا مشكله. فده الفرق بين البيج بانج ابروتش والكونتينوس انتجريشن ابروتش. البراكتس اللي بعد كده في الديف اوبس هو الكونتينوس ديليفري. الكونتينوس ديليفري هو هدفه ان لما يكون في تشينج في الكود انا بعمل بيلد وتست للكود ده، وبعد كده بعمل له بوش للنون برودكشن تيستنج او ستيجنج انفايرمنت. هنعرف كمان شويه الفرق بين الكونتينوس ديليفري والكونتينوس ديبلويمنت. حلو. فالكونتينوس كونتينوس ديليفري هدفه ان انا بعمل بوش للكود تشينج على مستوى البيلد ديفينيشن، على مستوى التست والكلام ده في نون برودكشن انفايرمنت او الستيجنج. حلو. وبعد كده بيحصل انتجريشن تيست، اكتشف الديفكتس وعمل مونيتورنج وهكذا، ده على مستوى كونتينوس ديليفري. ماشي. الفرق الوحيد بين الكونتينوس ديليفري والكونتينوس ديبلويمنت هو ان الديبلويمنت تو برودكشن هنا مانيوالي هنا اوتوميتد، ده الفرق الوحيد ما بين الديليفري كونتينوس ديليفري وكونتينوس ديبلويمنت. فهنا انا عملت يونت تيست بيرفورم ستيجنج اكسبتنس كرايتيريا، كل ده اوتوميتد جيتس. ماشي. انما الجيت هنا بتاعت البرودكشن هي مانيوال، في كونتينوس ديليفري مانيوال جيت، لازم حد يخش يعمل تشيك ابروفد ان انا احط الكلام ده في البرودكشن. تمام. انما في الكونتينوس ديبلويمنت كل ده اوتوميتد خلاص. مش معنى كده ان كونتينوس ديليفري وحش او كونتينوس ديبلويمنت افضل، على بيزد اون الكيس. ممكن تحتاج implicit approval وممكن تحتاج explicit approval. حلو. طيب الكلام ده كله انا بعمل الكلام ده ليه؟ عشان في الاخر اطلع بريليز، سواء كان بشتغل ديف اوبس بشتغل لايف سايكل كونتينوس ديليفري كونتينوس ديبلويمنت وكل الكلام ده عشان اطلع بريليز. فالريليز هو ان انا بعمل كوردينيشن لاي حاجه حصلت خلال اللايف سايكل، خلال السبرنت اللي حصلت، خلال الام في بي وهكذا، اي اي تي فانكشنال حصلت بحاول اجمع كونسوليديت كل الكلام ده انتو ديليفر باكج. انا بجمع عشان اسلم باكج واحد في ستيت بحيث ان اليوزر يقدر يشوف الفاليو. فانا مثلا شغال في ريليز هطلع الكومبوننت بتاع مثلا الفاكيشنز مثلا وذن الاي ار بي، فده ريليز هيكون فيه الفاكيشنز، وريليز تاني هيكون فيه مثلا ال بسم الله الرحمن الرحيم البي رول مثلا وهكذا. ف الريليز هو مجموعة فانكشناليتي عملت لها اسمبل في تايم معين بحيث ان انا ديليفر باكج معين للاند يوزر اللي انا عرفته في الاول ماي كاستمر، ايه الكونتكست اللي انا بشتغل عليه اصلا. حلو. طيب طيب كده دخلنا في الاي ال ام، ريجولار لايف سايكل، بزنس ريكويرمنت، تيستنج وهكذا، عرفنا ووتر فول واجايل، دخلنا في الديف اوبس كونتينوس ديفلوبمنت كونتينوس انتجريشن continuous deployment وهكذا. الجزء اللي بعد كده في الابلكيشن ديليفري، الاي بي ايز والمايكرو سيرفيسز. الكلاود نيتف انا عرفته من شويه بس نعدي عليه برضو سريعا. كلاود نيتف اتفقنا الاي بي اي والمايكرو سيرفيس ده يعتبر جزء من الكلاود نيتف. الكلاود نيتف هو البيج امبريلا. البيج امبريلا دي هدفها في الاخر ان انا بعمل scalable applications modern dynamic environment. فانا ما عنديش limitation على مستوى الانفراستراكشر، ما عنديش limitation على مستوى الديف يتنقل للاوبس والفراجمنتيشن ما بينهم والمشاكل ودي شغال عندي على الجهاز ومش شغال عندك والافلام دي كلها. ماشي. عندي loosely coupled كل components يقدر يشتغل لوحده من غير ما ياثر على الباقي اللي موجود وهكذا. فده الكلاود نيتف زي ما شرحناها من شويه. طيب ليه بدأنا بالكلاود نيتف؟ لان احنا بنتكلم على الاي بي اي والمايكرو سيرفيس اللي هم بارت من الكلاود نيتف. ماشي. الاي بي اي كلمه اي بي اي عموما بعيدا عن هل هو
كومبوننت اي بي اي، اي بي اي قائم بذاته على ويب ابلكيشن ولا واتيفر ويب اي بي اي ولا وهكذا. تمام، الاي بي اي هو في الاخر انتري بوينت لسام سيت اوف فانكشن سام سيت اوف سوفت وير كومبوننت. حلو، فانا عندي كومبوننتس معينه، الكومبوننت دي الكاستمر او اليوزر او واتيفر محتاج ريكوست عنها، فبدل ما اخليه يوصل الكلام ده دايركتلي او يوصل الداتابيس دايركتلي ولا واتيفر، بخليه يوصل عن طريق الديلر مثلا او المين انترفيس. ماشي، فهو عنده مين انبوت بيشتغل عليها عشان يوصل للديجيتال ستاك. زي فاكرين لما اتكلمنا عن الديجيتال ستاك، قلنا ان الديجيتال ستاك هو كل اللي انت بتعمله، كل الطبخ اللي انت بتعمله جوه في المطبخ بتاعك، ميدل وير، اي بي ايز، كود، انفراستراكشر از كود ولا ولا ولا. في الاخر خالص اليوزر هدفه في الاخر المومنت اوف تروث، فالمومنت اوف تروث دي ممكن تجي له عن طريق اي بي اي. انا بعمل اي بي اي، هو ملوش دعوه بكل الخرابيط اللي انا بعملها جوه، هو في الاخر بينه وما بينه يوزر اكسبيرينس، بينه وما بينه اوتكم. حلو ماشي، بس بحاول ينقل الموضوع ببعضه. فهنا اتكلمنا خلاص عن الاي بي اي. المايكرو سيرفيسز ليها مجموعه بنفيتس، عن طريقها بحقق المايكرو سيرفيس، او يعني بحقق الفاليو من المايكرو سيرفيس. اول حاجه تكنولوجي فليكسيبيليتي، انا مايكرو سيرفيس ما عنديش ليميتيشن في اللانجوج، ممكن اكتب باي لغه برمجه، ممكن اي بروتوكول او اي حاجه استخدمها. تمام، على مستوى الريزيلينس، الفيلير في وان مايكرو سيرفيس مش هياثر على الانتير برودكت. فانا عندي برودكت، بدل ما ببني البرودكت دوت كله as a monolithic application، ببنيه as a components as a microservices as a let's say integrated microservices وهكذا. ففي مرونة شديدة جدا في components والmicroservices وبعضها. ease of deployment loosely coupled، غيرت في component معينة أو microservice معينة هي loosely coupled، مش بتأثر على كل البرودكت، just إن أنا هdeploy هpublish الcomponent ده. scalability طبعا مع الكلاود كومبيوتنج وهكذا، بعمل scaling out. تمام، المونوليثيك ابلكيشن تيبيكالي محتاج سكيل از وان يونت، لو انا عندي ابلكيشن واحد هعمله سكيلينج كله كده، احطه مره واحده لوكشه واحده. ماشي، انما لو انا عندي مايكرو سيرفيسز خلاص الموضوع سكيلينج، هحط مثلا عندي هاي ترافيك على الانفورميشن اباوت سيتيزن، فالسيرفيس دي تحديدا هعمل لها سكيلينج اوت، والباقي مثلا از ريجولر مثلا ريبليكيشن ولا سكيلينج ولا وات. ماشي، اورجانيزيشن الاينمنت، المايكرو سيرفيسز طبعا لازم يكون في كلير اونرشيب، خلاص لازم يكون في كلير تيم شغال عليها. دي احد البرنسبلز للمايكرو سيرفيس اركتكتشر، اللي هي لازم يكون في اونرشيب واضح للمايكرو سيرفيس. التيم ده مسؤول عن المايكرو سيرفيس دي ودي ودي، التيم الثاني مسؤول عن مايكرو سيرفيس ثاني، ما ينفعش اكتر من تيم مسؤول عن مايكرو سيرفيس واحد، ما ينفعش، اتس نوت ابليكابل في المايكرو سيرفيس اركتكتشر. الكومبوزابيليتي هنشوفها كمان شويه في المثال بتاع اوبر، بس هنا ان انا بعمل كومبوزابل في سيرفيسز كلها بتكلم بعضها عشان في الاخر تقدم الاند يوزر فاليو او الاوتكم المتوقع. ريبليسابيليتي طبعا هما لوز دي كابل، هشيل واحد احطه الثاني، غيرت لغه برمجه الانترفيس ثابت، كل الكلام ده فيتشرز او بنفيتس من المايكرو سيرفيسز. حلو، طيب مثال المايكرو سيرفيس، عندنا مثالين، اول واحد هو اوبر طبعا، ده مثال السمول المايكرو سيرفيس تعمل مع بعضها عن طريق الاي بي اي جيت واي، بيلنج لوحده، الباسنجر انفورميشن او مانجمنت لوحدها، الدرايفرز، البيمنتس، التريب مانجمنت، كل واحد كومبوننت منفصل، اتس نوت وان ابلكيشن، كل واحد ليه اي بي اي مختلف، وفي في الاخر مانجمنت اي بي اي مانجمنت او اي بي اي جيت واي هو اللي بيتحكم عشان في الاخر يقدم الاكسبكتد اوت كام او اليوزر اكسبيرينس في الاخر للاند يوزر. تمام، ده برضو مثال على مايكروسوفت، ده في تفاصيل كتير جدا الكتاب ده، ده صوره من كتاب لمايكروسوفت تقريبا اسمه اي شوب كونتينر، مش فاكر اي شوب مايكرو سيرفيس، حاجه زي كده يعني. مثال مايكروسوفت عاملاه كامل للمايكرو سيرفيس لاي شوب مانجمنت. فهنا مثلا في سيرفيس للايدنتيتي، مايكرو سيرفيس الكتالوج، اوردرنج باسكت، وفي الاخر في اي بي اي جيت واي بيتعامل معاهم، بيقدم نفس الكلام ده على مستوى الموبايل ويب ابلكيشن وهكذا. فده طبعا تو اكزامبلز للمايكرو سيرفيس اركتكتشر. في الاخر ان انت هدفك كل البنفيتس دي تحققها، هدفك ان انت التكنولوجي مش فارقه معاك، سهل ان انت تريبليس، تشيل واحد لو حصل فيلير مش هيأثر في الباقي، سكيلابيليتي، كومبوزابل مع بعضه وهكذا. ماشي، طيب في برضو ال 12 فاكتور اس، دي برضو خلينا نقول برينسيبلز معينه بتساعدك برضو الايند مع، هي مبنيه مينلي على السوفت وير از سيرفيس ابس،
بس هي بتساعدك برضو ان انت تطبق المايكرو سيرفيس، ان انت يكون عندك كود بيز، كود ريبوستوري، باك اند سيرفيسز اتاتش از اتاتش تو ريسورسز، بايندنج للبورتس، يكون عندك الديف والبرودكت بارت كان قلت سام هاو ايدنتيكال، ديبندنسز واضحه ايزوليتد محدده، بيلد ريليز ران، في سيبريشن ما بين البيلد والران ستيجز، في كونكرنسي ما بين البروسيس وبعضها، عندك لوجن، في كونفيجريشن مانجمنت، مانج البروسيس بتاعتك في ستيتلس مود، في عندك ماكسيمم ريبوستنس في الريسكول شات داون، مش بعمل كل حاجه، مش بقفل كل حاجه مره واحده، في ستيبس للشات داون وهكذا، في الادمن بروسيس وهكذا. فاللينك ده برضو موجود فيه التفصيل بتاع البرنسبلز لل 12 فاكتور ابس. طيب كده خلصنا الاي بي اي والمايكرو سيرفيسز. اخر جزء في الابلكيشن ديليفري هو سكيورنج، زي ما نهينا الانفراستراكشر فروم سكيورتي برسبكتيف، وقلنا لازم يكون في زونينج، لازم يكون في اوثنتيكيشن، لازم يكون في انكريبشن وخلافه في على مستوى الانفراستراكشر. لازم برضو البرودكت اللي ببنيه سواء اي بي ايز سواء مايكرو سيرفيسز ولا عن طريق ديف اوبس لازم تكون سكيور. ماشي، في برضو فريم ورك اللي هو سكيور سكيور اس دي ال سي، سكيور سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل. خلاص، هو هدفه ان انت تعمل تريننج وديفاين السكيور السكيورتي كنترولز والسكيورتي ميجرمنت. خلاص، فانا بعمل سكيورتي تريننج واويرنس، بجمع ريكويرمنت للسكيورتي، بسكيور باي ديزاين، بديزاين بيزد على السكيورتي ريكويرمنت، بسكيور امبلمنتيشن اند كود، ابلاي سكيورتي تيستينج، ريفيو سكيورتي ريكويرمنت والسكيورتي كودز، وبعد كده بعمل مينتيننس للسكيورتي. فدي السكيور اس دي ال سي، دي somehow نفس دي ال اس دي ال سي بس فروم سكيورتي برسبكتيف. ليه محتاج اعمل سكيورتي؟ قلنا لان اهم حاجه ان انت زي ما قلنا في الانفراستراكشر عندك انفراستراكشر روعه خلاص، بس انت نوت سكيورد، محدش هيجي لك، الناس بتخترقك، ما عندكش اوثنتيكيشن اوثورايزيشن زونينج وهكذا. انا نفس الكلام، كاتب كود كويس بس ما الناس تقدر تخترق الكود بتاعك لو انت مش عامل سكيورتي ريكويرمنت اند كنترولز، ثريد موديلنج، فيرنابيليتي، بنتريشن تيستين، كل الكلام ده بيساعدك ان انت ديف اوبس سكيورتي، كل الكلام ده بيساعدك ان انت تتلافى الايشوز اللي هي علاقه بالسكيورتي از ليل سي. حلو، طيب كده الحمد لله خلصنا الانديفيديوال او الفاوندر. الانديفيديوال والفاوندر هو البيزكس ان انت ازاي تشتغل از ستارت اب او از انديفيديوال. لو انت حتى شغال في منشاه او منظمه لازم تبقى فاهم كل الكلام ده، لازم تبقى فاهم ان في ناس تانية هدفها الفاليو بروبوزيشن والكاستمر والبيزنس كيس والقصص دي، وفي الاخر بعد ما بيعملوا الفاليو ده في لايف سايكل للبرودكت، البرودكت يتحط في ماركت بوزيشن معين، انت داخل عشان تعمل كوست، كل الكلام ده لازم تفهمه بحيث ان انت يبقى عندك انتو اند فيو هاي ليفل بيكتشر فيو، تبقى فاهم كل واحد شغال في ايه، لما هاجي اتعامل معاه ابقى عارف ايه الانبوت اللي متوقعه مني وايه الاوتبوت وهكذا، او ايه الانتراكشن بوينت ما بينه وما بينه. طيب كده خلصنا اول جزء، نبدا على مستوى التيم. التيم انا هكفر بس البرودكت والاوبريشنز عشان كفر الورك مانجمنت. البرودكت مانجمنت وال او خلينا نقول الكونتكست الثاني هدفه ايه. الاولاني انا خلاص بنيت الاستابليشمنت او الفاونديشن للانديفيديوال. طب دلوقتي التيم بدا يكبر والسكيلنج بتاع الاورجانيزيشن بدا يكبر، فانا عندي برودكتس بقى بقدمها خلاص. والبرودكتس دي حتى لو انا كان عندي برودكت قبل كده في الانديفيديوال فاوندر، انا هنا عندي برودكت بس انا محتاجه فورمالايز الديسيبلين بتاع البرودكت مانجمنت. في برودكت مانجمنت وفي لازم يعرف ازاي هشتغل على الايبك وازاي اعمل بلاننج وازاي يكون عندي باك لوج وبريورتايز الباك لوج، كل الكلام ده لازم يكون فورمالايز لما يكون في تيم. يعني يكون في تيم بمعنى تيم مش مجرد شخصين. الموضوع بدا يكبر دلوقتي وفي كاستمر ديديكيتد ولازم اقدم له فيتشرز قبل الثانيه وفي بريورتي، كل الكلام ده بيتكفرد باي البروجكت البرودكت مانجمنت ديسيبلين. حلو، الورك مانجمنت مينلي مبني على اللين برودكت مانجمنت وش سام هاو الاين مع السيستم ثينكينج والفيدباك. هو بيوند البرودكت مانجمنت، يعني مثلا انت شغال على مستوى الاوبريشن، الاوبريشن ده برودكت مانجمنت برضه، سوري ورك مانجمنت. يعني زي ما انت بتشتغل هنا ديفلوبمنت لايف سايكل وسبرنت وهكذا، في ناس برضه بتشتغل هنا ورك برضه، محتاج اعمل كانبان بورد، محتاج اعمل سكرام وهكذا، كل الكلام ده على مستوى الورك مانجمنت.
على مستوى الاوبريشن، على مستوى الاوبريشن مانجمنت، خلاص انا سلمت بقى، خلاص خلصت البرودكت بتاعي مثلا ام في بي بتاعته ومحتاج اسلم الكلام ده. ففي بقى مونيتورنج، في شانلز الكاستمر بيوصل بيها معايا، ايميلز واتيفر، في انسيدنت محتاجها بروبلمز، كل الكلام ده على مستوى الاوبريشن مانجمنت. فاحنا ان شاء الله للوقت برضو هنكفر البرودكت والاوبريشن مانجمنت. البرودكت مانجمنت هنتكلم مني على الفايف بوينتس دي: برودكت مانجمنت بيزكس، ديسكفري، ديزاين، سكرام، والبلاننج. ماشي. طيب البرودكت بيزكس، البرودكت مانجمنت بيزكس، ايه هو البرودكت اصلا وايه علاقه البرودكت عموما بالاي تي او الديجيتال ترانسفورميشن؟ البرودكت عموما هو اي خدمه او سلعه انت بتقدمها او كومباينيشن ما بينهم عشان في الاخر تقدم فاليو تو يور كاستمر. الكلام ده ممكن تطبقه بره الاي تي او بره الديجيتال ترانسفورميشن، ممكن تطبقه جوه الديجيتال ترانسفورميشن، تمام؟ بس احنا بنتكلم فروم ديجيتال برسبكتيف. فانا اي خدمه بقدمها، اي برودكت بقدمه، في الاخر بيقدم فاليو للعميل، حلو؟ فهو بيسيرف النيد او بيساتسفاي وونت، يا اما في نيد معين لي او حد محتاج حاجه معينه فانا بساتسفاي هيز نيد او هيز وونت. ماشي. هو combination of tangible and intangible attributes. في حاجات مادية وفي حاجات غير مادية، الـ benefits، الـ features، الـ function، الـ users، هكذا، تمام؟ هدفه برضو الـ product إن أنا في الآخر أميت الـ requirement أو الـ market needs، تمام؟ عشان profit، عشان في الآخر أربح. أنا مش هروح أعمل product عشان في الآخر ما فيش profitability، تمام؟ طيب باختصار، أنا عشان أنجح في الـ product management أنا محتاج value capture plus value creation. The value capture to myself, to my organization, to my startup, to my company, whatever. و the value creation to العميل. العميل نفسه لازم يحس ان في value من البرودكت اللي انت بتقوله. انا اديت له اسنان، فرشة اسنان. فرشة اسنان دي اقنعته بيها وعملتها له بستايل معين وهتفيدك وصحتك ومستحتك والكلام ده. ده كله جزء بتاع ال value creation. طيب الفرشة الاسنان دي انا هبيعها ببلاش؟ لا، لازم في value capture. لازم في reputation حتى لو مش بفلوس. في سمعة معينة، في أوفرز معينة، ففي في الآخر إنكم دخل للشركة أو المنشأة، وفي في الآخر فاليو وصلت للعميل، تمام؟ في كابتشر وفي كريش للفاليو. طيب هل البرودكت مانجمنت، البرودكت مانجمنت خلينا نقول إن في حاجتين للبرودكت مانجمنت، مش عارف هنتكلم عنهم كمان شوية في البرودكت ماركتينج والبرودكت مانجمنت. بس هنا البرودكت مانجمنت هدفه ان انا عندي سيت اوف اكتيفيتيز، الاكتيفيتيز دي لازم امشي بيها بطريقه معينه بحيث ان انا اقدم الفاليو بستاندرد واي او ستاندرد، خلينا نقول ستاندرد ديسيبلين، ستاندرد ميثودولوجي، حلو. طيب فهو عباره عن مجموعه استراكشر معين. البرودكت مانجمنت ممكن تبقى اورجانيزيشن ويذين الماركتنج، هنشوف كمان شويه، وممكن تبقى ويذين مثلا الاي تي، وممكن تبقى لا في البرودكت لما نتكلم عن الـ ان شاء الله بعدين، يعني عن الورك والانفستمنت وهكذا. اصلا البرودكت مانجمنت بيغير التراديشنال اورجانيزيشن، يعني بدل ما كانت الاورجانيزيشن في اي تي وفي مش عارف فاينانشال وفي كذا في كذا، لا احنا بنتكلم في برودكت، والبرودكت ده بيدايركتلي ريبورت للسي او، فالسي او تحته برودكت مانجمنت. البرودكت ده مسؤول عن كذا، البرودكت ده مسؤول عن كذا، البرودكت ده بيشمل كل حاجه، بيشمل البيزنس، البرودكت مانجر وهكذا، كل البرودكت اسيتس فروم بزنس اند اي تي، سوري ريسورسز او رولز. ماشي. مش هدفها ان انا اجمع كل حاجه، يعني انا المثال بيقول لك انا جمعت 400 فيتشرز، مش الهدف ان انا اكتر الفيتشرز، جمعت كل الفيتشرز تقول له طيب كده الفيتشرز دي مش هتكون يوزابل، قال له طيب خلاص ايزي تو يوز هنزودها كمان للفيتشرز. هي مش الفكره ان انا ازود فيتشرز، الفكره ان انا اي ديليفر الفاليو، مش الفكره ان انا ازود فيتشر، تمام؟ طيب ان انا في الاخر البرودكت دوت لازم يروح للماركت ويسبورت الماركت وسبورت اليوزر نفسه، تمام؟ فده البرودكت مانجمنت. طيب البرودكت مانجمنت والبرودكت ماركتنج، ليه البرودكت مانجمنت في الاغلب في المنظمات بتروح تحت السي ام او او الشيف ماركتنج اوفيسر؟ في اختلاف شويه ما بين الاثنين. البرودكت ماركتنج هدفه انه يقول للناس عن البرودكت ده، يشرح لهم، يقول لهم البرودكت دوت موقعه فين، زي ما اتفقنا في الاول انا اقل سعر في السوق وهكذا،
او انا يونيك ما فيش حد يعرف يعمل زي نيش ماركت وهكذا. بيعرفهم عن البوزيشن البرايسنج موديل المانج برودكت لونش البروفايدنج تولز وهكذا السيلز كل ده البرودكت ماركتنج. انما البرودكت مانجمنت هدفه ان هو يعرف البرودكت نفسه فور بيلد اند فاليديشن ذا برودكت وذ ذا كونسيومر اند يوزرز. فهو هدفه بيلدينج اند فاليديتنج الريكويرمنت فاليديتنج اليوزر ستوريز وهكذا. مش هدفه ان انا ماركت البرودكت مانجمنت از ا ديسيبلين. مش هدفه ان انا اعمل برودكت ماركتنج ماشي. ده ديسيبلين تاني يعني ولا او سب ديسيبلين في انتر اكشن ما بينهم. ده هدفه اكتر ان هو يحقق الاستراتيجي الكومبيتيتيف ادفانتج ديليفرنج الفاليو بروبوزيشن والقصص دي. انما ده هدفه اكتر ان هو سكسس في الماركت بتاعه يديليفر الفانكشنز والبريوريتيز والفيتشرز ويكون في رود ماب للبرودكت بتاعه وفي طبعا انتر اكشنز ما بينهم تمام. طيب ايه الفرق بين البروسيس والبرودكت والبروجكت؟ خلاص نعدي عليه سريعا عشان ما نطولش بس فيها. البروسيس تاسك فوكس تاسك اورينتد اعمل كذا هعمل كذا في ستيبس معينه عشان تعمل التاسك دي خلاص حلو. البروجكت مانجمنت مينلي على الديليفري انا هسلم الديليفرابل الفلاني وات ايفر بقى انت عليك تعمل اشتغلت فيه ازاي المهم ان انا اديتك الديليفرابل حلو. البرودكت مهتم على الاوتكم ايه الاند فاليو اوتكم اللي استفادها الكاستمر استفادها العميل. ممكن اقدم ديليفرابل العميل ما استفادش بيه حاجه فهنا هدفي الاوتكم مش هدفي الديليفرابل وخلاص مش هدفي بس فقط التاسك. ممكن يتكون البرودكت وانا بعمل برودكت ان انا عندي ديليفرابلز بارت اوف البرودكت مفيش مشكله بس في الاخر الهدف اوتكم تمام. هنا البروسيس ريبيتابل هاي ديجري اوف سيرتينيتي انا عارف البروسيس عارف ان المفروض اعمل 1 2 3 4 في ريبيتابل اكشنز تمام. هنا في ميديوم ديجري اوف سيرتينيتي انا مش متاكد بس في حاجه تعرفها يعني از ان انبوت مثلا بعمل مشروع عملته قبل كده فانا عارف مشاريعي بتشتغل ازاي بس في somehow scope creep في deviation عن اللي انا عرفته في البلان ولا whatever. البرودكت فيه high uncertainty لان انا بعمل R&Ds بعمل MVP وهكذا فانا ممكن ما كنتش متاكد انا كل شويه بحسن بعمل continuous improvement زي ما شفنا البرودكت life cycle في الاول. البروسيس fixed time البروسيس limited time البرودكت no time انا ممكن اشتغل في البرودكت طول حياتي لان هو ده it's my product تمام. البروسيس فيكسد ان فورم نو تشينجز يوجوالي هنا ديفيكلت تو تشينج عشان موضوع السكوب والكونتراكت والكلام ده. البرودكت بيأكوموديت اني فيدباك ويلكم تشينج تمام. البروسيس بتديليفر السيرفيس ان اوبريت ذا ديف ان اوب ذا اوبس ان ديف هنا مينلي بتبقى فوكس على الاوبس بارت ريكويست مانجمنت انستنت مانجمنت بروبلم مانجمنت وهكذا. البروجكت في الاغلب بيهتم بالسيستم ديزاين كونستراكشن تيبيكالي نوت ويذين اوبريشن في الاغلب بيشتغل على البروسيس بارت في الاغلب تمام. البرودكت بيشتغل على الاثنين الديف والاوبس بارت. البروسيس محتاج بروسيس اونر مهتم بالكونتينوس امبروفمنت على البروسيس نفسها. البروجكت مانجر هنا بيستمع بالموضوع الريسورس والتايم لاين والسكوب والقصص دي الثري تريانجلز بتاعت سوري ثري ايرون تريانجل بتاع البروجكت مانجمنت. البرودكت مانجر بيهتم عنده طبعا السكيلز بتاعت البروجكت مانجمنت بس هدفه ان هو يشوف الفيدباك يبيلد اللونج تيم او اللونج اورجانيزيشن ستراكشر وهكذا. هنا ريسورس افيلابيليتي اسامبشن هنا ريسورس بلاند بيزد على ريسورس هاجي ولا مش هاجي في المشروع ده تمام. هنا ريسورس لونج تيرم تو برودكت خلاص انت الريسورس ده بارت من التيم واصلا التيم هو البرودكت تمام. طيب هنا البرودكت مانجمنت بيقول لك ستيب باي ستيب الاول البروسيس مجموعه اكتيفيتيز في الاخر بتنتج ورك برودكت حلو. الاكتيفيتيز مع الريسورسز خلاص انا عندي اكتيفيتيز والبروسيس شغال عليها وفي ريسورسز بيكونوا مع بعض البروجكت اللي بيكون لك ديليفربلز. البرودكت بيتكون من اكتيفيتيز ريسورسز ممكن يكون في اوتبوت اوف بروجكتس اللي هي في الاخر بتديني ديليفربلز. الديليفرابلز دي مع البرودكت فيتشرز وهكذا بيديني في الاخر اوتكم اللي اليوزر محتاجه او ممكن ما استخدمش البروجكتس اوفرول بس مجرد اكتيفيتي ريسورسز ديليفرابلز واطلع في الاخر بي اوتكم. يعني انا ممكن مثلا في البرودكت اوت سورس مثلا جزء معين للشركه والشركه دي هتمانج الجزء ده از بروجكت بارت من ماي برودكت ففي ريسورسز هيشتغلوا على اكتيفيتيز عشان يدوني ديليفرابل هتساعدني ان انا اسلم جزء من البرودكت مثلا في بارتنرشيب ما بيني وما بين
شركه معينه هتديني ديليفربل وانا اشتغل عليه وفي الاخر هطلع اوتكم، او ممكن انا اشتغل على الاكتيفيتيز والكلام ده كله دايركت. تمام. فده كده البيزكس. البرودكت ديسكفري، البرودكت ديسكفري مينلي فوكس على يعني هو اقرب طبعا نقول الريكويرمنتس، ازاي نفهم الريكويرمنتس وديسكفري الريكويرمنتس وهكذا. فهنا في تو خلينا نقول كومبوننتس او تو تايبس اوف ديسكفري، تاكيد ديسكفري او تاكيد ديسكفري واكسبليسيت ديسكفري. تاكيد ديسكفري هو مفيش خلينا نقول ريل اندرستاندينج للريكويرمنتس، انا كده زي كده ما العميل فهمت منه، قمت مثلا عملت تيست دريفن سورس كود بيلد وهكذا وطلعت البرودكشن زي ما فهمت منه كده. انما الاكسبليسيت وان انا استخدمت برودكت ديسكفري تكنيك، هنتكلم على التكنيكس كمان شويه. تمام. فيا اما انت كده من غير ما استبلش سبيسيفيك تكنيك، انا بس كده خلينا نقول بالخبره كده زي ما بيقولوا، يا اما انت بتستبلش تكنيك معين وبتتبعه. حلو. هنتكلم على التكنيكس كمان شويه. الاولد سكول والسلايد بعدي على طول، الاولد سكول والنيو سكول للبرودكت مانجمنت. قبل كده كبرودكت مانجمنت شيرد ريسبونسابيلتيز، هنا في سنجل برودكت اونر هو المسؤول قدام الايه، قدام الكاستمر. هنا في برودكت مانجمنت ديتاتشد، كل برودكت مانجمنت او برودكت شغال لوحده على حده على حده. تمام. والبرودكتس نفسها متباعده، هنا البرودكت اونر اون سكرام تيم وفي علاقات ما بين البرودكتس بعضها عشان اقدم الان تو اند فاليو. هنا محتاج اب فرونت في الاولد سكول اب فرونت ريسيرش، هنا مينيمم اب فرونت ريسيرش لان انا كده كده عندي كونتينوس امبروفمنت ريكويرمنت فروزن، بقفل الريكويرمنت امضي عليها وبعد كده كمل اللي بعده. هنا دايناميك باك لوج، هنا ليت فيدباك، هنا في كونتينوس فيدباك ريليز وهكذا. تمام. طيب ايه التكنيكس اللي انا ممكن استخدمها عشان ديسكفر البرودكت؟ انا محتاج افهم واكتشف البرودكت ده بيعمل ايه. فانا عندي 4 تايبس اوف تكنيكس، في تكنيكس ثانيه طبعا كتير بس دول الكومون يعني. يوزر ستوري مابينج، جوب تو بي دان، امباكت اناليسز، وطبعا البيزنس اناليسز بادي اوف نوليدج، ريكويرمنت جاذرنج وهكذا. اليوزر ستوري مابينج، طب بدون الدخول في تفاصيل، هدفها في الاخر ان انا بمانج ماي ايبكس، بمانج ماي الباك بون الستبس او النافيجيشن فلو نفسه. تمام. بمانج التاسكس بتاعتها، التاسكس بتاعتي اليوزر فروم يوزر برسبكتيف، في عندي يوزر في جولز معينه فروم البيرسونا مثلا. في اكتيفيتي، الاكتيفيتي دي بيحصل لها دريلنج داون بحيث ان انا في الاخر بوصل للتاسك ايبك يوزر ستوري تاسك، وفي ريليز لمجموعه يوزر ستوريز في ريليز مثلا 1 سبرنت وهكذا. فدي اليوزر ستوري مابينج، بحط مجموعه ستوري في يوم يوزر برسبكتيف واشوف ايه الجول بتاع اليوزر في الاخر بحيث ان يكون في نافيجيشن ل اليوزرز دي ستيب باي ستيب. سوري، اليوزر ستوري ستيب باي ستيب، بحقق الفيتشرز، بزود الباك لوج بتاعي وهكذا، باك لوج انكريزنج. طيب الجوب تو بي دان انذر تايب اوف تكنيك، هدفه ان انا ببص فروم جوب برسبكتيف. طيب انا محتاج انفذ الحاجه الفلانيه خلاص، فالناس او سوري بيبل هاير يور برودكت ليه؟ عشان حاجه معينه خلاص، محتاجينه مثلا فور فريكوينت فريكوينسي، بيستخدموه في فريكوينسي معين لنيدز معينه، ده كونتكست عن الجوب عموما. من الكومبيتيتورز بتوعك في البرودكت اللي انت بتعمله ده او السيرفيس اللي انت بتقدمها، ايه الاوت كوم في الاخر اللي متوقع منك. ماشي. بعيدا عن الطريقه نفسها، انا في الاخر محتاج جوب تو بي دان. فهنا مثلا سيرش فور انفورميشن، الاولد سكول او الاولد سوليوشن، بروح المكتبه اسيرش ودي جوب تو بي دان، انا كده كده المعلومه وصلت في زي ما بيقولوا، او مثلا الفاليو وصلت، الاوت كم وصل، انا رحت المكتبه وصلت للمعلومه اللي انا عايز. النيو سكول او النيو سوليوشن، ورحت لنفس المعلومه عن طريق الانترنت. فالاثنين جوب تو بي دان، بس واحد بطريقه، واحد بطريقه مختلفه. تمام. السولوشن سوري للجوب تو بي دان. طيب فهنا في مجموعه كان نقول معتقدات عن الجوب تو بي دان. لازم الناس بتشتغل برودكت بتاعك ليه؟ تمام. واي ذي بيرتشيز يور برودكت. الجوب ار فانكشنال نوت ايموشنال او سوشيال كومبوننتس، فانكشن انت بتقدمها، اتس ستيبل اوفر تايم، اجنوستيك، مش معتمد على سولوشن معين خلاص. اندرستاند الكاستمرز جوب، ميك ماركتنج مور افكتيف خلاص. ايه الجوب نفسه؟ انا مش محتاج
يعني ديتيلد مع الانجيج مع الكاستمر، ممكن نفهم الجوب نفسها عموما بتشتغل ازاي، ازاي تمام، ازاي اساعد ازاي البرودكت والسيرفيسز بتاعتي بتسبورت الجوب تو بي دان بيتر، ازاي السيرفيسز او البرودكت بتاعتي بتانيبل الجوب انتو سنجل انتو سنجل بلاتفورم، ازاي اطبق الانوفيشن وهكذا تمام. فالجوب تو بي دان هي بأوبزيرف الماركت، بأوبزيرف الكاستمر نيدز، بأوبزيرف الكومبيتيتورز، بأوبزيرف الكاستمر سيجمنت، كل الكلام ده كده مع بعضه، وفي الاخر عشان اقدم بريدكتبل بروفيتبل برودكت ثرو الانوفيشن. اوكي، ثالث تكنيك بستخدمه الامباكت اناليسيس. انا عايز اعرف بالظبط الامباكت، انا محتاج اي او اس ابلكيشن او اندرويد عشان يقدم خدمه معينه اونلاين، ده بارت من البانكينج او الريتين بانكينج كاستمرز، فانت محتاج تعرف full end-to-end traceability for your features, for your خلينا نقول ال stories اللي انت بتقدم. حلو، فده برضو احد التكنيكس اللي بتساعدك ان انت تقدم end-to-end traceability ما بين الاوتكم اللي اليوزر متوقعه تمام، زي ما قلنا في الديجيتال ستاك. طبعا احد الطرق المستخدمه في الديسكفري تكنيك بزنس اناليسيس، طبعا body of knowledge requirement gathering, elicitation requirements, analysis and design وهكذا. طبعا كل ده mainly في الديسيبلين بتاع البيزنس اناليسيس. البرودكت ديزاين، حاول اسرع بقى عشان استنى شويه. طيب البرودكت ديزاين، الديزاين as a concept بيختلف انت باصص له منين، انت باصص له from low scale او narrow scale narrow scope ولا very expansive scope. فانت لو بصيت له من سكوب صغير جدا، انا عايز اغير الديزاين بتاع ويب بيج، اغير اللون من كذا لكذا، فده نارو فوكس. حلو، لو عايز فروم اكسبانشن فيجن، فانا محتاج بقى افكر في الديزاين ثينكينج فروم البروبلم والسولوشن والتو تريانجلز سوري التو دايموندز وهكذا. حلو، الدايفرجنت كونفيرج تمام. وفي في المنتصف اللي هي اليوزابيليتي الانتراكشن لوك اند فيل واليوزابيليتي والفانكشنال والتراست وهكذا. ف الديزاين فيز او البرودكت ديزاين ممكن بيشمل كل الكلام ده، بس انت باصص له منين، فروم نارو سكوب تو اكسبنسيف سكوب. ماشي، ديزاين ثينكينج ابروتش في المين كابابيلتيز بتاعته او البراكتسز، ثينكينج باي دوينج، اعمل الحاجه نفسها، بروتوتايبنج، فاست ليرنينج، هيومن سنتريك ابروتش، دايفرجن كونفيرج، كولابوريشن ما بين الناس وبعضها والستيك هولدرز، ريفريمينج للبروبلم، حاول تغير المشكله بحيث تفهم ابعادها كلها، عندك هوليستيك فيو. ماشي، ريزونينج، وات كود بي لو عملت كذا هيحصل ايه تمام، اكسبيرمنتال، ام في بي وهكذا، توليرانس بحاول اعدل الكلام، اوبتيمستيك بحاول ليتس سي بوزيتيف اوبتيمستيك باي بروبلم سولفينج، بتمتع وانا بحل المشكله، فيوتشر اورينتد بفكر في المشكله عامله ازاي. فطبعا الديزاين ثينكينج دومين كبير جدا وديسيبلين كبير، بيساعدني ان انا برضو اعمل ديزاين ثينكينج الهايبوثيسيس تيستينج. فانا مثلا الهايبوثيسيس تيستينج، انا عندي اي بي تيستينج احد الامثله، عايز تيست الفرضيه بتاعتي، العميل هيروح للديزاين ده ولا الديزاين ده، فمثلا باستخدام الكلاود كومبيوتينج انا اقدر اتيست التو ايدياز من الاثنين مع بعض، هببلش الاثنين تو ليتس سي سبيسيفيك كايند اوف يوزرز، بحط اليوزرز دول يشوفوا الديزاين ده والتانيين يشوفوا الديزاين ده، وبيست على الاناليتكس وبيست على الاوتكم ببدا اشوف العملاء بيريكومند ويتش ديزاين. برضو في الهايبوثيسيس تيستينج ده بيساعدني ان احنا زي ما اتفقنا ان انا عندي اي ايديا بعملها تيستينج فاست تيستينج، مش زي زمان لو عندي ايديا بتقعد تخش لاب اناليسيس وتخش في افلام عشان تعمل تيست يور ايديا. حاليا مع الكلاود كومبيوتينج والكلاود اركتكتشر ممكن تست يور ريكويرمنت او يور ايديا فيري كويكلي تمام. الكناري ديبلويمنت ده برضو اذر تايب اوف هايبوثيسيس تيستينج، ان انا مش هعمل ببلش لكل الفيرجن، مثلا عندي كود فيرجن 1 وفيرجن 2، فانا هبدا ابلش ماي برودكشن تو فيو يوزرز، مش هروح اعمل سكيلنج لكل الانفراستراكشر بتاعتي، هعطف سيت اوف ليتس سي زون، وبعد كده هتست فيو يوزرز على الدومين ده او على سوري الديبلويمنت ده، وبعد كده لما يكون في سكسس فيدباك ابدا بعد كده اعمل سكيلنج لي او سكيل ديبلويمنت على الاذر فول اند تو اند انفراستراكشر تمام. طيب
تاني احنا قلنا احنا نيجي كده على الديزاين من اول ديزاين ثينكينج هنرجع على اليوزابيليتي والانتراكشن. فاليوزابيليتي برضو احد انواع الديزاين البرودكت ديزاين، ان انا محتاج افكر في اللوك اند فيل، محتاج افكر العميل ده شايف المنتج ازاي، هل هو حاسس بيه، بينتراكت معاه بطريقه خلينا نقول حاببها، حابب المنتج نفسه، سهل بالنسبه له، يوزابل فروم فانكشنال برسبكتيف، بريدكتابيليتي وهكذا. فاليوزابيليتي والانتراكشن ده الكي للليني ستارت اب، زي ما اتفقنا قلنا ان انا عايز اعمل ام في بي في الليني ستارت اب لما قلنا في الاول خالص. فانا بتست ماي ايديا، بتست ماي هايبوثيسز باستخدام الكناري تيستنج او الاي بي السبليت تيستنج او الاي بي تي الاي بي تيستنج. فمحتاج استخدم الكلام ده اليوزابيليتي والانتراكشن وانا بعمل تيست ماي ايديا. لازم ماي ايدياز او ماي ام في بي يكون لوك اند فيل للعميل سهل يترست الماي برودكت كريديبل، عنده مستمتع وهو بيشتغل معاه، يوزابل وهكذا. تمام. طيب اخر جزء هنا نخش بعد كده على السكرام، البرودكت ديزاين، الديسكفري فيرسس ديزاين. طيب هل في كل الاحوال انا عندي السماحيه او الكابابيلتيز ان انا اعمل ديسكفري وديزاين تو وات ليفل؟ يعني انا هنشتغل تو وات ليفل. فانا عندي تو تايبس اوف ابلكيشنز او سيستم. في سيستم محتاجه كلاسيكال سيستم انجينيرنج، زي مثلا بصنع محرك طياره، بصنع ادوات الدفاع وهكذا. تمام. فده بيمشي بال هنقول بالريجولار سيستم انجينيرنج. انا مش محتاج افكر في العميل محتاج ايه، انا محتاج عندي كومبوننتس بتتحط زي ما هي كده من غير ما افكر بيوند وات نيكست، ايه اللي هيحصل بعد كده. تمام. فروم يوزر اكسبيرينس، فروم يوزر انتراكشن برسبكتيف، هو كومبوننتس بيجي زي ما هو كده. تمام. الجزء الثاني اللي هي الماركت فيسنج ديجيتال برودكت زي الفيسبوك و خلافه، كل الديجيتال برودكت، فده محتاجه ديسكفر العميل. فالفاليو هنا بتيجي لما ديسكفر العميل هيز فيدباك، هيز دايركشنز وهكذا. فهنا في مصطلحين اللي هو الكوكز والفلاور، التروس والورد. ماشي. التروس انا محتاجه اجيب كومبوننت، الترس ده احطه جنب الترس الثاني عشان يركب. انا مش محتاجه بقى افكر اليوزر شايفه ازاي، شكله ابيض اصفر مش عارف ايه، ده مش بفكر فيه دلوقتي. انا بفكر كومبوننت هيجي از الترس، هيركب زي جنب اخوه خلاص. تمام. انما فروم الفلاور برسبكتيف انا كل شويه محتاج اعمل انهانسمنت امبروفمنت عشان يوزر اكسبيرينس وهكذا. تمام. فده تو سايدز اوف ديزاين. هل انا محتاج اعمل افكر في الديزاين ديتيلد فروم يوزر اكسبيرينس، ولا انا مجرد جاي احط الترس جنب الترس الثاني فروم بارت اوف سيستم انجينيرنج. تمام. طيب هعدي سريعا على الباقي كله بقى. ما اعرفش لسه معانا وقت قد ايه، مهندس سامح. احنا تجاوزنا يا مهندس محمد، لكن يعني مستمتعين. خلاص هحاول اخلص خلاص سريعا. اوكي. طب هعدي بس عليهم سريعا من غير تفاصيل. السكرام السكرام والاذر بريكسيز، طبعا هنتكلم لسه في البرودكت مانجمنت. السكرام بيتكلم عن الكولابريشن، ازاي التيم يشتغل مع بعضه، عن اللين، عن السكرام بريكسيز والرولز وهكذا. فهنا مثلا في تراديشنال اي تي ديفلوبمنت بيدي للتستنج وهكذا، وفي سكرام ميثودولوجي طبعا تايب اوف الاجايل، وفي لين يو اكس. ممكن نتكلم بعدين عن التفاصيل ان شاء الله. لين يو اكس برينسيبلز كروس تيم طبعا قريبه من الاجايل، بيست على مع الديف اوبس، كونتينوس ديليفري، سمول باتشز، بروبلم سولفنج. السكرام رولز، محتاج ليه ديفلوبمنت تيم، البرودكت اونر، السكرام ماستر. طبعا السكرام يعني لحد ما موست كومون. البرودكت بلاننج، انا مش محتاج اعمل بلاننج على مستوى الوان شوت بلاننج، لا انا محتاج زي ما اتفقنا اتبع لين ستارت اب ميثودولوجي. محتاج اعمل رود ماب، الميجور فيرجنز اللي انا هطلعها، ايه الفيتشرز والابكس اللي موجوده في كل ريليز. هعدي سريعا بس عن طبعا ده البرودكت باك لوج، ازاي اعمل بريورتايز اللي انا محتاجه في الباك لوج، اعمل بريورتايز استيميشن للباك لوج، اكسبتنس فيدباك، ديتيلينج ابروبريتلي. كل واحده من دي ليها تفاصيل، الثيم والابك والستوري والتاسك وهكذا. ازاي اعمل اجايل استيميشن سكيل على مستوى البوينت او اليوز كيس بوينت او الفيتشر بوينت ولا وات ايفر. تمام. بعد كده بعمل برضو البلاننج، بعمل بريورتايز بيزد على الفاليو، سواء كانت فاينانشال فاليو فروم كوست برسبكتيف،
الليرنينج استفاد ازاي من الفاليو دي فروم ليرنينج انتربرايز برسبكتيف، ازاي اقلل الريسك، كل ده فاليو بيزد باكلوج بريورتايزيشن، بناء عليه هعمل باكلوج. اخر جزء هو الاوبريشنز عشان نخلص برضو. فالاوبريشن ده اللي هو احنا اتفقنا قبل بس نخش على التفاصيل، هنا في التيم في برودكت مانجمنت، قلنا سكرام، برودكت ديزاين، ديسكفري وهكذا، في الورك مانجمنت وفي الاوبريشن مانجمنت. الاوبريشن مانجمنت انا رحت بقى خلاص خلصت اللايف سايكل، مثلا بدات كونسيوم للبرودكت، فانا محتاجه سبورت البرودكت ده، محتاجه اوبريت البرودكت. فهنا بيزد على الاس ال اي، في اس ال اي ما بينك وما بين الكاستمر، في كانوا اللايف سايكل، اللايف سايكل للبرودكت اللي الاوبريشنز بيشتغل عليها بالظبط بعد ما يطلع البرودكشن. بعمل ميتيجيشن للريسك، خلاص اي ريسك موجود في البرودكشن عن طريق الاوتوميتد تيست، عن طريق لو انا عندي بنقل حاجه للبرودكشن تكون سهل ان انا اعمل لها اوتوماتيك ريفيرس، بعمل لها الاول على الكناري تيست زي ما قلنا من شويه، بوليسي بيزد انفراستراكشر، بريسايز اللي تشينج على البرودكشن، مش هعمل هيوج تشينج، خلينا نقول ستيب باي ستيب تشينج. لازم اعمل مونيتورنج طبعا زي ما اتفقنا، في انواع من المونيتورنج، سمبل اكستندد مونيتورنج، كل واحد من ده ليه تفاصيل طبعا ان شاء الله هنشير البرزنتيشن. الاوبريشنال ريسبونس دي اللي تشانلز، هاو خلاص انا عملت مونيتورنج وقدمت السيرفيس للعميل، طيب ازاي اوصل بقى للعميل عن طريق التشانلز. فدي اللي تشانلز اللي انا بوصل له. الديجيتال كومبوننت الاول بيحصل لها مونيتورنج، الناس تبدا تتكلم مع بعضها، ممكن يريس تيكت في ايشو او انسيدنت معين، في انترنال تشات ممكن احل المشكله دي من غير ما اوصل لتصعيدها مثلا، تمام، ممكن يحصل لها ريزولفنج، ما عرفتش بعد كده بحولها لبروبلم لانستنت وهكذا، وفي الاخر بحل المشكله نفسها عن طريق كونفرنس او ايميل وهكذا، تمام. يمكن اخر نقطه اللي حابب اتكلم فيها هي الشات اوبس. الشات اوبس في الاوبريشن سايد، انت عندك التيم نفسه عشان يسبورت المشكله معينه او كذا، هم مجرد يعملوا تشاتنج مع بعض، بيتكلم في تشات بيزد على التشات ده، في سبورتنج بوت، يعني البوت ده او روبوت، يعني الروبوت ده بيزد على الكوماند اللي انت بتكتبها في التشات اب، بيبدا يجنريت الكلام ده از سكريبت، از يعني سبورت طبعا باي انفراستراكشر از كود وهكذا، وممكن يعمل لك كود ديبلويمنت، ممكن يعمل لك سيرفر ريستارت، كل الكلام ده بيزد على ناريتيف. انت كتبت انجلش لانجويج، انا كتبت كلام، كتبت كلام هنا في الشاتنج، الروبوت نفسه فهم الكلام ده، ممكن يعمل لك مونيتورنج، يعمل لك اي تي اس ام تول ينتجريت معاهم، يأوتوميت مجموعه سيرفيسز عن طريق الانتجريشن، يابلاي كومنتس على الدوكر وهكذا، كل الكلام ده عن طريق التشات اوبس از فيتشر. بس عشان بس او الوقت، ف اظن كده يعني البيزكس ان شاء الله تكون غطيناها. ان شاء الله نحاول يكون في محاضره ثانيه بعدين ان شاء الله للاذر تو كومبوننتس اللي هم التيم اوف تيمز والاندورينج انتربرايز. اتمنى ان شاء الله يكون لحد ما الشرح سريع شويه، بس معلش الكونتنت كبير جدا، ان ده نص الكونتنت تقريبا، فان شاء الله يكون مفيد وممكن نبدا الاسئله ان شاء الله. شكرا. تفضل. شكرا مهندس محمد على هذه المحاضرة السرية، ولعل يعني استمرار الناس دون إشارة لانتهاء الوقت غير معبر عن مدى اهتمامهم وتفاعلهم وتواصلهم مع المعلومات المتدفقة. لن أطيل طبعا، احنا المفروض مدة المحاضرة انتهت بقى نص ساعة، لكن احنا نستأذنك في بعض الوقت لبعض الأسئلة. أكيد، تفضل. مهندس فتح حبيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا باشمهندس، وربنا يكرمك، ويعني يسعدني ان انا اتعلم الكلام الجميل اللي انت قلته النهارده ده، وان انت طبعا اساسي في شعبه تقنيه معلومات، ومتأخرش دايما على اي استفسار او سؤال. الحقيقه انا بس حابب اسال، احنا كنا مركزين قوي ان هي كاستمر فيسنج، يمكن في سلايدز من سلايدات قلنا ان احنا اونلي كاستمر فيسنج للديجيتال ترانسفورميشن، بس هو لو كلمنا، احنا بنتكلم على سلايد ثانيه ان هي الراديكال فاندامنتال للتشينج توورد بيكامينج ديجيتال انتربرايز، فهي برضو فيها الاستراتيجي والاوبريتنج موديل. فالبرنامج بتاعه ان الديجيتال ترانسفورميشن هي تعتبر امبريلا كبيره قوي تحتيها يمكن
او هي بتدرايف البيزنس. يعني كان بعد ما شفنا كورونا او كده المؤسسات او المودلز بتاع البيزنس او حتى النون بروفيت اللي ما قدرش يتحول لديجيتال وقف ما اشتغلش. ف اللي انا فاهمه ان الديجيتال ترانسفورميشن هي لا هي بتدرايف وهي مظله وهي اكبر مش بس اونلي كاستمر فيسنج او الجزء الخاص بالكاستمر. الحاجه الثانيه احنا فاصلين ليه فصلنا هنا بين الكاستمر فيسنج وبين الباك اوفيس. يعني انا النهارده لو عايز ادي سيرفيس لكاستمر شيبمنت بيتراك الشيبمنت ما انا لازم اخش في الباك اوفيس والانترنال سيستم عشان اديله دي ويقدر يتراك. فليه احنا فصلنا هنا دي عندي. طيب صحيح خلينا نقول اول جزء الاول اللي هو الديجيتال ترانسفورميشن فروم يعني نقول هاي ليفل ديفينيشن برسبكتيف. لما اتكلمنا على السلايد خلينا نرجع لها سريعا يمكن هي في الاول خالص الديجيتال ستاك بس نتكلم عليها سريعا من قبل ما نخش في تفاصيل عشان الوقت برضه. في سلايد هنا بتتكلم على الديجيتال ستاك. خلاص الديجيتال ستاك كل الجزء اللي تحت ده كله هو اي تي فانكشنال ترانسفورميشن. حلو بس احنا ليه قلنا كل دوت جزء من الديجيتال اكسبيرينس او الديجيتال ترانسفورميشن؟ لان الديجيتال ترانسفورميشن لو انت بصيت له فروم الكاستمر برسبكتيف هو هدفه المومنت اوف تروث. هو مش هدف حاجه تانية اصلا. هو ملوش علاقه انت عندك ذا بيست تيم امبلمنتنج اجايل سكرام ولا ايفر. هو اي دونت كير اباوت ذس. فلما لما انت تبص للديجيتال ترانسفورميشن فروم كاستمر برسبكتيف لو انت كاستمر كل هدفك المومنت اوف تروث. عشان كده ساعات بيقولوا ان الديجيتال ترانسفورميشن هي الخدمات البرودكت والسيرفيسز اللي انت بتقدمها للعميل لان في الاخر العميل هو المستفيد هو الاند بينيفيتري او الاند يوزر. تمام انما لو انت بصيت للديجيتال ترانسفورميشن فروم انتربرايز برسبكتيف فروم يور انتربرايز لا هي كل حاجه هي ديجيتال ترانسفورميشن زي ما انت تفضلت. حتى في within الكونتكست بتاع الديجيتال براكتيشنر بودي اوف نوليدج هو بيقول لك ان انت اصلا ممكن تريبليس الديجيتال استراتيجي يعني البيزنس استراتيجي. مفيش اصلا بيزنس استراتيجي. مفيش حاجه اسمها بيزنس استراتيجي واي تي استراتيجي. هي في الاخر ديجيتال استراتيجي. مفيش حاجه اسمها ان ده شغال لوحده وبيعرف الاوبجكتيفز بتاعتنا رايحه فين. لا ان هي كله شغال واحد في تيم واحد. عشان كده السكوبز الاعلى كده اللي هي التيم اوف تيمز والاندورينج انتربرايز بتوضح الكلام ده انت في ديتيلز في القصه بتاعت السكيلينج انتربرايز. بس طبعا الديجيتال ترانسفورميشن بيكفر كل الكلام ده. ما انت تحتاج يعني بزنس استراتيجي لوحدها واي تي استراتيجي كل حاجه اندر وان امبريلا اللي هي الديجيتال ترانسفورميشن. هو ده اللي انا فاهم. طبعا واضح ان في تركيز جامد على مفاهيم الاجايل وعلى الفوكس على الماركت. برضه كان في اسامبشن ان شغالين على ستارت اب. طب انا اورجانيزيشن شغاله بقى لها سنه واثنين وثلاثه وعايز ابتدي اعمل لها ديجيتال ترانسفورميشن. فهل هنا الفوكس على الستارت اب ولا برضه ممكن اطبق الكلام ده كله على اورجانيزيشن اوريدي شغاله واكزيست؟ لا انت على لو اورجانيزيشن شغاله انت بتبدا تماتشور كل الكلام ده بس ستيب باي ستيب. يعني خلينا نقول ان انا مش هروح مثلا امبلمنت مثلا اركتكتشر انتربرايز اركتكتشر وما فيش البيزكس للابلكيشن اركتكتشر والسولوشن اركتكتشر فروم التيم برسبكتيف او فروم الانديفيديوال برسبكتيف. فالليفلز الاعلى هي ان تو اند سكوب. يعني مثلا جاي يطبق اي تي اس ام تول وان تو اند سيرفيس مانجمنت وانت اصلا مش عندك البيزكس مثلا للريكويرمنت جاذرنج. مش عندك البيزكس اصلا للستبس ما قبل الاوبريشنز. ف somehow انت ممكن تطبق كل الكلام ده بس it's a gradual iterative approach. هو هنا برضو مش بيقول لك تطبقه ازاي. يعني الريفرنس ده مش بيقول لك تطبقه ازاي. هو somehow بس knowledge base. يعني بيقول لك ده في activity او practice او discipline اسمه كذا 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 وده تحتاجه لما تكون mature team. ده تحتاجه لما تكون mature team of team. ده بتحتاجه mature startup وهكذا. بس هو مش بيقول لك تستخدم لو انت انتربرايز كبيره تستخدم ده امتى وده امتى. مش بيوضح الحته دي قوي. بس طبعا هي يعني كل ده اتريتيف ابروتش اوف انهانسمنت باي ديفرنت تيمز. يعني ممكن تيم هدفه عايزه مثلا 20,000 فهو بيحاول يكابيتالايز على مجموعه اسيتس او ديسيبلين والتاني مهتم بتطبيق الاجايل على مستوى التيم الاول بعد كده يسكيل على مستوى مثلا السكيلد اجايل. فانا لو طبقت مثلا الاجايل على مستوى 1 تيم بعد كده سهل ان انا اقول التيم الثاني الثالث الرابع هيطبقوا نفس البراكتسز اللي التيم ده عملها وهكذا. فهي الموضوع السكيلنج كانتربرايز ستيب باي ستيب. مش تعرف تطبق كل حاجه على مستوى الانتربرايز وان شوت. في فريم ورك ثانيه بيكمل ده ويقول امتى اطبق ايه.
يكمل الفريم ورك ده؟ على حد علمي ما اعرفش بصراحه، بس طبعا الايتل فيه التفاصيل دي اكتر اظن، الايتل 4 بالذات يعني. تمام، شكرا يا باشمهندس على المحاضره القيمه، شكرا. الله يبارك فيك، شكرا. شكرا مهندس محمد. ناخذ مهندس محمد العربي. باشمهندس محمد، بنشكرك على المحاضرة القيمة والدسمة كما عودتنا. أنا عندي سؤالين بس عشان وقت الحضور كلهم. السؤال الأول هو ليه علاقة بالـ current operating model والـ target operating model، وحسب فهمي أنا أنه طول ما في تغيير بسيط فهي ليست digital transformation، فده بس أنا محتاج أن أنا أتأكد من المعلومة. السؤال الثاني هو موضوع الترانزيشن من البروجكت برسبكتيف للبرودكت برسبكتيف، يعني موضوع البرودكت مانجمنت، وانه ان احنا بننظر للمشروع مش كمشروع، لا بننظر للبرودكت ان هو بيطلع اوتكم. هل دي مفاهيم جديدة ولا انا اللي مستجد عليها؟ تمام. طيب بالنسبه لاول نقطه اللي هي التغيير بسيط ما يبقاش ديجيتال ترانسفورميشن، هو التغيير يعني زي ما قلنا، او يعني على طول الاجايل وخلافه ويلكم تشينج وهكذا، التغيير عشان تحقق ديجيتال ترانسفورميشن فهو فعلا لازم يكون راديكال تشينج، مش تغيير اللي هو بجيب اجايل واطبق اجايل مثلا على مستوى اداره واحده وخلاص شكرا. لا، الليفلز بالذات ليفل 3 اللي هو الكونتكست 3 تيم اوف تيم وإندورينج انتربرايز، بيتكلم مثلا على مستوى الاورجانيزيشنال كلتشر، ان انت ازاي تغير الكلتشر بتاعه التيم ده بحيث ان ما عادش في حاجه اسمها اداره اي تي از ا فانكشن، ما فيش حاجه اسمها اتش ار، ما فيش حاجه اسمها كذا، لا هي كل حاجه برودكتس، في برودكت اسمه اكس، برودكت اسمه واي، وزي ما قلتها برضو ان هما كلهم بيريبورت دايركتلي للسي او. في وان مثلا ديسكشن ايه التراديشنال اورجانيزيشن ستراكشر والبرودكت او البرودكت مانجمنت ستراكشر. ف تراديشنال واي ان في فانكشن برسبكتيف، وكل فانكشن بتريبورت للهيراركي وهكذا، ده كله تراديشنال ابروتش. الكالتشر تشينج كالتشر عشان احقق الاجايل والديجيتال ترانسفورميشن كلها بيزد على البرودكت مانجمنت. ده اول نقطه. تمام. وطبعا البرودكت مانجمنت ويلكم تشينج، ولازم يكون في تشينج يعني في الكالتشر 100% تشينج في المايند سيت بتاعه الناس، تشينج ان انا بقدم فاليو ازاي وهكذا. تمام. النقطه الثانيه، الفرق بين البروجكت مانجمنت والبرودكت مانجمنت، هو في سلايد عرضتها، ممكن يكون البروجكت مانجمنت بارت من يور برودكت مانجمنت، زي ما اتفقنا ان انت مثلا انت محتاج تطور يور برودكت، بس في نفس الوقت في محتاج ثيرد بارتي، محتاج سبلاير يساعدك في حاجه، فده ممكن يتهندل از بروجكت مانجمنت. تمام. البروجكت مانجمنت از ديسيبلين مينلي كفرد هنا برضو في التيم اوف تيمز، في الكونتكست 3 في الجزء بتاع البورتفوليو، شايفين تفتح السلايد دي هنا انفستمنت اند بورتفوليو، هنا بيشرح البورتفوليو مانجمنت والبروجكت مانجمنت وكل التفاصيل، وحتى هنا البروجكت مانجمنت. بس الفرق هنا ان هو الديجيتال ترانسفورميشن مينلي الايند مع البروجكت مانجمنت. البروجكت مانجمنت يعني لو انت كسكيلز احتاجها تستخدمها، انا محتاج استخدم ازاي اتعامل مع السكادجول والكوست والبادجت والكلام ده كله، لازم كابابيلتيز، لازم البرودكت مانجمنت تكون عنده الكابابيلتيز اللي عند البروجكت مانجر. بس كدليفربل بيز، ما انا في الاخر لو جيت تفكر في اي مشروع، المشروع خلص، المشروع محدد بوقت، دي مشكله البروجكت مانجمنت، محدد بوقت خلاص، ما فيش فيه فكره الكونتينوس امبروفمنت وكونتينوس ملكم تشينج، لا انا عندي سكوب معين، عندي كونتراكت معين، فهو بينفع لحالات معينه. انما لو انت بتتكلم على انتربرايز بتفكر ان هي عندها كونتينوس امبروفمنت، انا ليه هحتاج بروجكت يخلص في وقت معين بعد كده هجيب فيندور تاني او حد تاني يكمل على البروجكت ويشتغل عليه سبورت، و في حين انا ممكن اكون ماي اون كروس فانكشنال تيم هو اللي كابيتالايز على البرودكت ده ويكون اوننج البرودكت، هو اونر، هو حاسس البرودكت ده بتاعه. انما البروجكت مانجمنت في الاغلب يعني حسب ماي اكسبيرينس او يعني التجربه اللي انا شفتها، هو مينلي فوكس ان هو يسلم الدليفربل ده، خلص السكوب بتاعه، ياخد الفيدباك، خلاص العقد بتاعه خلص بيست على الكونتراكت وخلاص، فهو مش هدفه ان هو يطور المنشاه،
ده ماي بيرسبشن، خليني اقول يعني. هل ده فكر جديد؟ يعني هو فعلا فكر جديد انك تنظر لموضوع البرودكت بهذه الكيفيه، بحيث انه الاهتمام بالبزنس اوت كم مش اهتمام بالديليفربلز طالعه من مشروع، كأني كده بالظبط. هو ده الهدف بالظبط كده. لو رحت شفت اي جهه هتلاقي اغلب الجهات، هو طبعا البرودكت مانجمنت بدا يعني هو الفوكس الفتره الاخيره، بس هتلاقي اغلب المشاريع اللي موجوده هي مشاريع مؤقته، مش هدفها ان هي تطور في المكان قد ما هي تخلص السكوب. وفي الاغلب بيبقى من فروم مثلا فيندور برسبكتيف، فروم ثيرد بارتي هو اللي بيمانج البرودكت. انما لو بصيت لها كبرودكت، سوري البروجكت، لو بصيت لها كبرودكت انا ده البرودكت ده بتاعي، انا محتاج اطور فيه كل شويه، اتحسن، ويلكم تشينج، في كروس فانكشنال، في كولابوريشن ما بينهم، ما فيش الفيزز بتاعت البروجكت وهكذا. ف يعني ده طبعا الايند اكتر مع الاجايل، الايند مع الديف اوبس اكتر من البروجكت مانجمنت وهكذا. شكرا يا باشمهندس. شكرا محمد. السؤال الاخير للمهندس حسين الارض. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة باشمهندس محمد، يعني أنا مش عارف أقول إيه، إحنا دي مش محاضرة اللي كنا فيها دلوقتي دي. تخدتنا كده في موضوع من المعلومات يعني الرائعة، واللي إحنا يعني إيه يعني لو عرفنا عنوانها يبقى كويس قوي. بس انا ليا يعني كم نقطه كده، في حاجات بيرسونال وفي حاجات على الموضوع نفسه. انت حضرتك لما بنتكلم على برودكت، بالنسبه لحتى اتكلمت في النهارده ده، هو دلوقتي البرودكت ده ما هو ده موجود تراديشنالي. اولا ان انا بسمي التراديشنال مانجمنت ده ووتر فول، ده انا مطرد عليه تماما، وواضح ان هو جاي من سكك مغرضه يعني عشان يهضموا التراديشنال. حاجة اسمها ووتر فول دي المفروض تتشال القاموس بتاع البروجكت مانجمنت، اسمه تراديشنال مانجمنت. البروجكت مانجمنت في برودكت، وجوه البروجكت في انترنال كاستمر واكسترنال كاستمر اللي بياخدوا الحاجة اللي في الاخر. هو صوت حضرتك بيقطع، معلش مش عارف انا بس ولا سمعت النهارده. بالنسبه للفلوس النقطه الثانيه، ما تزعلش مني على فكره، انا لا بالعكس، انا بس صوت حضرتك بيقطع فمش سامعك قوي. بس اللقاءات يعني فورج ما بحبش اسميها محاضرات، يعني فورج ما لقاءات. قلت لهم الفور ريسورسز، الفيث ريسورسز اللي هتبقى اهم من الاربعه هم الاي تي. فانا ما عندوش اي تي، يعني اللي ما عندوش اي تي قوي جدا جدا سؤالين بقى انا عايز اسال عنهم. معلش انا بس اسف حضرتك، صوت حضرتك بيقطع. احنا الكونستراكشن اندستري طبعا من العلوم اللي بنشتغل مهندس حسين واضح ان عندك الشبكه مش كويسه خالص، فيعني المهندس محمد وراح قاعدين نميز الكونتنت اوف الصوت بعيد جدا ومتقطع. معلش تمام بصراحه، بنعتذر للمهندس حسين. احنا طبعا دايما مدخلات المهندس حسين بتثري محاضراتنا بالفعل كما اشرت في المحاضرات السابقه، لكن النهارده مهندس حسين انت مش واقف في البلكونه كويس، يعني انت في اسكندريه والشبكه واضح انها مش ظابطه معاك خالص. فتحياتنا للمهندس حسين وطبعا اهل اسكندريه كلهم. شكرا مهندس محمد في نهايه هذه المحاضره المتميزه التي بالفعل وأنا خارج التخصص لما استفدت منها كثير جدا، وأعتقد يشاركني الكثير هذا الشعور، ولعل طلب الإخوة الحضور أن كان واجب أن نقسم هذه المحاضرة إلى 3 محاضرات. لن نحرم هذا الفضل ولن تحرم هذا الأجر إن شاء الله.
وسأكون لنا جولة أخرى أو جولات مع هذا التخصص المهم جدا والذي بدأ يتغلغل في كل التخصصات والأنشطة في حياتنا المعاصرة. الأخوة الأفاضل، كان هذا نهاية لهذا اللقاء المتميز مع محاضر غاية في التميز المهندس محمد زكريا، وتخصص أيضا غاية في الأهمية والتميز. موعدنا إن قدر الله البقاء وأذن باللقاء مع المحاضرة 97 وهي بعنوان دراسات الجدوى للدكتور المهندس أحمد الشرقاوي استشاري إدارة الأعمال وتنمية المشروعات والكوتش في ريادة الأعمال يوم الاثنين 21 من ديسمبر إن شاء الله. الإخوة الأفاضل الراغبين في الحصول على شهادة حضور لهذه المحاضرة عليهم تعبئة نموذج التقييم الموجود في الشات وأيضا الموجود على قناة تليجرام الخاصة بالمبادرة. المادة العلمية سترفع على حساب الجمعية على لينكد إن حسب طلبكم وكما هو معتاد لكل فعاليات المبادرة. وأيضا لدينا الكثير حتى من المعلومات والمحاضرات ومن الضيوف المتميزين حتى نكمل هذه المئوية الأولى من عمر المبادرة خلال هذا الشهر إن شاء الله في إلى المحاضرة المقبلة إن شاء الله. بعد شكر المهندس محمد زكريا، يعني أجد على الشات أرجو سماع سؤالي مهندس حسين القاضي. طب مهندس حسين، ما أنا أعطيتك أستأذنك مهندس حسين، أحاول أعطي مهندس حسين المايك مرة أخرى. لا. أكيد 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 تفضل مهندس حسين تفضل. مهندس حسين لا ممكن يكتبه لو في مشكلة في الصوت. لا اكتب السؤال لو في مشكلة في الصوت، انا بحاول اديك المايك وانت مش قادر تاخده يا مهندس حسين. لا واضح ان في صعوبة. عموما يعني سيكون لنا تواصل مهندس حسين حتى اتواصل مع المهندس محمد مباشرة أو في لقاءات قادمة إن شاء الله. شكرا مهندس حسين. مهندس محمد جزاكم الله خير وبارك الله فيك وفي علمك ونفع بك وجعل الله في ميزان حسناتك. الأخوة الأفاضل، كان هذا اللقاء هذا اللقاء المتميز في نهاية هذا اللقاء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.